اقول لكم احنا بنتكلم عادي وبتاع، بتقول لي استنى ده ريكوردينج، احنا لا لا بنتكلم عادي. ما اقصدش والله، اقصد عشان في ناس ما عرفتش تحضر السكشن يعني، فكانوا بيقولوا لنا نفتح ريكورد. شكرا. تمام. يعني دلوقتي الداتا تري ده ايه؟ ده اللانجوج اللي المفروض البروجرام ده بيفهمها. تمام تمام عشان نفهم بروجرام، نفهم لانجوج، المفروض نفهم فيها ايه؟ اي لانجوج في الدنيا. احنا بنتكلم على اللانجوج، ما بنتكلمش على حاجه عويصه خالص. الورز بتاعتها تمام. وايه كمان؟ expressions يعني عامة. اوكي الجرامر بتاعها أصلا. ماشي. طب ممكن خليني كده ثانية افتح السكند سكرين بتاعتي عشان اقدر اعمل لوك انوتيشن. عشان اكتب اللي انتوا هتقولوه عشان انا مش هتكلم في حاجه. يا سامعني ولا لا؟ صحيح. لا 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 كنت تمام يعني؟ ماشي، عشان كنت بقى ساعات لما بعمل كونكت بس الشير سكرين بس هو اللي قفل. ماشي مفيش مشكلة. اوكي ماشي، خلينا أصلا نتكلم. تمام. انت دلوقتي بتتكلم واحد، انتوا بتقولوا واحد عندنا ويرد صح، اتنين عندنا ايه؟ قولوا تاني اللي انتوا قلتوه. أنا جرامر قلت expressions و هو قال grammar. ماشي، جرامر اللي هو ال structure صح؟ تمام. ايه كمان؟ expressions ماشي expressions. خلينا نبدأ نتكلم من الحاجات دي. هو ده فعلا اللي احنا نبدأ نستخدمه بالظبط في الراينو والجراسوبر مع بعض. عندنا الوردز، لو هنتكلم على الوردز نفسها، انتوا بدأتوا تاخدوا شوية وردز في الراينو، فانتوا ايه الوردز اللي انتوا خدتوها حسيتوا اللي هي ممكن تكون كلمات بالنسبة للجراسوبر؟ اللي هو السيرفس والبوينت واللاين. بالظبط، البانلز دي هي دي الوردز اللي احنا بنكونها عشان تكون جملة صح؟ تمام؟ بالظبط. معايا؟ طب احنا لما بندخل عليها داتا بتبقى لكنها ايه؟ لكنها المعلومة او المينينج بتاع الورد ده صح؟ ماشي؟ معايا؟ اوكي ايوه مظبوط. ماشي، وانا جايبها من الاول خالص عشان انا كان الموضوع ده بالنسبة لي كان صعب قوي في الاول، وخدت وقت كتير قوي عشان افهمه، فبحاول اتفاهم معاكم على قد ما اقدر عشان يكون حاجه بسيطه معاكم يعني. تمام ماشي، ادي ده الجمل الكلمات بتاعتنا. طب انا دلوقتي عشان ادي اعمل جمله اللي هي سنتنس، تمام، محتاج ايه؟ محتاج حاجتين، عندي words وعندي arrangement للwords صح؟ ولا بالظبط. تمام. فالارينجمنت ده بنرجع فيه للجرامر والستراكشر خلاص. تمام. طب الجرامر والستراكشر انتوا خدتوا حبه منه
ولسه هنعمل حبة كمان منه النهاردة، تمام؟ هفهمكم منه حياة النهاردة. انتوا خدتوا ايه منه النهاردة في المرة اللي فاتت في الجرامر؟ ايه اللي بالنسبة لكم كان جرامر شوية؟ move والكوبي rotate هذي لا، هو ده برضو ممكن نعتبرها words. بعد كده مش عارفة الجرامر زي ايه بصراحة. بفكر، مش كان في بيبقى في كونكشنز ما بين الحاجة؟ اوكي الكونكشنز دي بتعمل ايه؟ بتقول له ينفذ الكومنت ده على الحاجة دي. بالظبط. انتو سنتنس في العادة، لو هنتكلم جملة عربية المفروض مبتدأ وبعد كده خبر، ففي علاقة ما بين الاتنين، صح؟ الانجليش المفروض السبجكت بعد كده الفيرب، صح؟ فالمفروض يكون في ارينجمنت معينه، صح ولا صح؟ تمام. فده كده بالنسبه لنا السنتنس، الخطوط العلاقه ما بين كل ورد والتانيه دي، هي دي السنتنس بتاعتنا، ده اللي بيكون السنتنس، تمام؟ بس خلينا نتكلم في حاجه قبليها. انا قبل ما اتكلم في سنتنس وعلاقات لازم يكون في ترتيبه، صح؟ لان انا لما اسالك في اي سنتنس فين المبتدا او فين الفيرب، انت بمكانه هتعرف مكانه فين، صح؟ تمام. اوكي طيب، فاحنا دلوقتي عرفنا ايه؟ عرفنا الويردز بتاعت البروجرام والجرامر بتاعته هتبقى ايه، بس احنا مش عارفين نوصل للبروجرام نفسه انت تلاقي الداتا اللي انا بديها لك منين او ترتبها ازاي، صح؟ اوكي تمام معايا؟ ايوه ماشي. هو ده بقى الداتا تري، الاكسبريشن بتاع الداتا تري، صح؟ بقى اللي هو ده اساسا اللانجوج ما بين اليوزر وما بين الكاستمر بتاع الجراسوبر او البروجرامينج لانجوج، تمام؟ ده اللي انا بقدر افهمه انا هوصل لايه ازاي. فخلينا نشوف احنا اساسا بنوصف ازاي الحاجات في حياتنا عشان نقدر نوصفها للبروجرام نفسه، معايا؟ خلينا نبدأ كده في حاجة تافهة أوي، أشير السكند سكرين ده. خلينا نتكلم كده. أنا عندي ده كده شارع، صح؟ تمام معايا. تمام يا شمس. يعني المدينه كلها فيها شارع واحد، فانت محتاج توصيف اكتر من اللي انت هتقول للراجل روح على الشارع الفلاني. لا تمام. طب انا دلوقتي لو عملت حاجات ادنج في الشارع، معلش على الانفوجرافس العبيطه بس ايه عشان الدنيا تكون لذيذه، لو احنا بدأنا نحط مباني في الشارع ده، كان في مبنى واحد وانت عاوز توصف المبنى ده، هتقول ايه؟ هقول المبنى اللي على يمينك بس. الشارع الفلاني هتلاقي مبنى، هو المبنى ده، صح؟ تمام. طب لو خلينا بدأنا نعمل كده، بص هو هتحس الموضوع سهل شوية بس هو كان هو الموضوع فعلا معقد شوية، فاستنى استهدوا بالله كده وهتفهم. ماشي. لو بدأنا نعمل كده، تمام، انت دلوقتي عاوز تشرح لواحد يروح انهي مبنى، هتشرحها له ازاي؟ أقول له تاني مبنى مثلا، الشارع الفلاني تاني مبنى. خلاص ماشي، خليني ارسم اللي انت كتبته ده بالظبط. انت قلت الشارع ده لكنه صفر، صح؟ تمام. تمام. انت قلت له تاني مبنى، ماشي. خلينا نبدأ اي تعداد عندنا بالصفر، وقلت له انا اول مبنى بالنسبة لي مبنى صفر، وتاني مبنى المبنى كام؟ واحد، وتالت مبنى ده مبنى تلاتة، ماشي؟ مين بقى؟ اتنين، صفر، تمام. مبنى اتنين. فانت كده وصفت له، هتعرف توصف له اي مبنى انت عاوزه ولا لأ؟ تمام ماشي. بعد كده خلينا نصعب الموضوع اكتر،
انت دلوقتي بتتعامل مع مقاول بتاع شبابيك، فانت تقول له انا عاوز اصلح الشباك الفلاني، هتظبطها ازاي؟ هتقول له ازاي، انهي مبنى انهي شباك؟ على حسب مثلا يعني الشباك اللي عايز يتظبط، لو مثلا في مبنى واحد فهقول له مثلا الشباك من اللي تحت او الشباك اللي فوق، يعني ما تخلينا بنفس النظام اللي احنا بنبدأ بني نفس نرقم ده. النظام، نفس ارقم النظام عشان الشباب، تسمع. رقم الشبابيك واقول له رقم الشباك كام. طب لو كده ده صفر وده واحد وده اتنين، تمام؟ طب خلينا بقى نبدأ نرتب الكلام ده، عشان لو اديله تلات حروف يبدأ يعرف انهي شباك بالظبط. انا لو كتبت له كده، تمام، لو كتبت له انا عاوز صفر اتنين، كده عمره هيغلط في الشباك؟ لا لا هيجيبه كده. انهي شباك ده؟ الشباك التاني في آخر مبنى. بالظبط اللي احنا عملناه ده، بالظبط بالظبط هو اللي بيفهمه جراسوبر. هو بالنسبة له أول داتا، أو أول لما تفتح الجراسوبر هو بقى عنده صفر كبير جدا، أو ده المدينة بتاعته. تبدأ كل بروجرام او كل وورد تدي شارع، عشان كل سنتنس بيبقى ليها الشارع بتاعها، وكل شارع ده بيبقى ليه داتا. الداتا دي بتبدأ تتقسم وتتفرع معاك، يعني بتبقى ماشية ازاي عشان تكونوا متخيلين. انا دلوقتي، هو دلوقتي في جراسوبر، انا وقفت هنا، شفت المدينة بتاعتي وشفت اول الشارع بتاعي، بدأت امشي والاقي انا عندي كام طريق يمشي فيه، او كام داتا طالعه لي، فتبدا تتقسم لي، تمام؟ وكل داتا من الداتا دي تبدا تتقسم لي تاني، تمام؟ معايا؟ تمام. فدلوقتي لو هو عاوز يشرح اي مكان في التري بتاعته، او انت تاخد اي داتا في التري بتاعته، هتاخدها ازاي؟ هاخدها بنفس الطريقة بتاعت الكوردينتس بس. هو حاجة شبه الكوردينتس بالظبط. فأنت لازم تكون عارف داتا تري، فايدتها بقى إنك لازم تكون عارف إزاي لما أنت تقول للجراس هوبر أنا عاوز الداتا اللي هنا دي تعمل فيها أبلكيشن جديد، فأنا بقى عارف إزاي أقول له هي الداتا دي اللي أنا عاوزها، عشان الموضوع هيوسع مننا وهيبقى فيه داتا كتير جدا، تمام؟ ماشي. خلي الانفوجراف ده البسيط ده هيكون معانا طول السكشن بتاعنا، تمام؟ ماشي. أي وهنكتب تمام. الكلام اللي احنا كنا كتبناه، عشان يكون ايه ريفرنس بالنسبة لنا اول ما نتكلم. احنا قلنا اول حاجة اللي هي كوميونيكيشن، تمام، وارينجمنت، تمام، ماشين، تمام. في كده اي حاجة من اللي احنا قلناها مش واصلة، احنا وجبناها منين اصلا؟ معايا ولا مش معايا؟ الماشين ثينكينج ده اللي هو التنفيذ، مش كده؟ ماشين ثينكينج اللي انا المفروض افهم الماشين اللي انا بتعامل معاها دي بتتعامل ازاي، او هي فاهماني ازاي، ايوه تمام. تمام؟ دلوقتي هنبدأ بقى ايه، نفتح الجراسوبر الرينو عادي جدا، تمام. الحاجات دي مش هديلكم، مش مشكلة. البلاجنز كنت حطيتها عشان كده بس. انتوا شايفين معايا؟ اوكي تمام ماشي. خلينا نطبق على اللي احنا عملناه بالظبط، ماشي؟ خلينا نبدأ نعمل ادي سيركل، ماشي، ثانية، خلاص.
ماشي، بعد كده هنبدأ. لو في أي حاجة من اللي أنا هعملها مش واخدينها أو مش عارفينها قولولي، تمام؟ عشان ما ينفعش أشرح كل الـ words في الدنيا يعني، فلو في حاجة ما اتقالتش قولولي عليها، تمام؟ معايا؟ تمام. أنا دلوقتي بدأت في الراينو، أنا دلوقتي وصلت الراينو إيه؟ أنا دلوقتي وصلت لإيه؟ بالظبط كده، ماشي. خلينا نتأكد من اللي إحنا عاملينه. أنتوا لما تعملوا دبل كليك وتعملوا دبل سلاش هتعملوا حاجة اسمها بانل. البانل دي بتستفاد منها في إيه؟ اللي أنت تشوف الداتا اللي جوه اللي واصلة للراينو في أي حتة في الدنيا. عاوز تتأكد من الداتا اللي أنت موصلها بتفتح البانل دي، أوكي؟ تمام؟ تمام، عشان شوية هخليكم تعملوا حاجة شبه كده يعني. فالبانل دي جايبة لنا إيه؟ جايبة لنا اللي أنت عندك هو جروب واحد، عشان هو كيرف واحد، إحنا معرفينه كيرف واحد، فيه ثلاثة سيركلز، تمام؟ في عندك سيركل واحد وسيركل صفر وواحد واثنين، تمام؟ طب انا لو بدات اقول له عاوز اديفايد الكيرف بتاع السيركلز بتاعتي دي وعاوز اعمل لها ثلاثه مثلا، تمام؟ تتوقعوا البانل دي هتجيب لي ايه؟ ثلاثة points ثلاثة curves يعني تسعة تسعة points بالظبط، هتجيب لي اللي انت دلوقتي كان عندك ثلاث طرق، صح؟ عندك طريق واحد اللي هو الكيرف الواحد ده، وفيه ثلاثة بيوت وكل بيت فيه ثلاث نقط، صح؟ خلينا نرجع. أنا الكيرف مش هو الستريت بتاعي، تمام؟ معايا؟ معايا ولا اتلخبطتوا؟ الكيرف هو الستريت والسيركلز هي البيت والشباك البوينت تمام كده؟ بالظبط بالظبط كده، تمام؟ ماشي، فانتوا كده وصل لكم البانل دي بتعمل ايه شويه، تمام؟ بس احنا لسه ما بدأناش نعمل حاجه، فخلينا نعمل بوليجون مثلا، تمام؟ طب تتوقعوا بقى لما احنا هنوصل بانل بالبوليجونز دي كله بوينتس هيوصل لايه؟ هيعرف لي كل polygon بريفرنس للبوينتس دي هو بالظبط هيعرف لي بدل بوينتس هيعرف لي بوليجنز. ليه؟ عشان هو بالنسبه له البوليجن ده بقى مكان البوينت، فهو مش فارقه معاه اي حاجه، تمام؟ طب خلينا نعقد الموضوع اكتر. ماشي، انا كده عملت، بدات اعمل ايه؟ عملت اكسبلود للبوليجون لبوينتس تمام، فدلوقتي هيجي لي ايه؟ المفروض هيرجع بوينتس بتاع تاني نفس البانل اللي فاتت لا، طب هنرجع للبيت وهنتكلم فيه. انا دلوقتي بدات اتكلم مع المقاول، قلت له كل نقطه من النقط بتاعت الشباك دي انا هو كان هكلم لك فيها لوحدها. المفروض هيطلع بوينتس زيادة على كل منطقة أو كل بوليجون بالظبط كده، فانا بقى عندي جوه خالص كده بقى في واحده اصغر بكتير، بقى في عندي صفر واحد اتنين تلاته اربعه، تمام؟ مظبوط انا عندي كده طلع كام بوينت؟ فيها كام بوينت؟ ثلاثة سته. خلينا نتاكد من اللي احنا ايه بنعمله، ماشي؟ فكده عمل ايه بالظبط؟ شايفين؟ كده كل البروبابيلتيز يعني تمام؟ هو بدأ يعمل نفس بالظبط اللي احنا قلناه، بدل لما يكونوا ثلاثة بقوا كام؟ ستة وتلاتين بقوا تسعة يا جماعة، في ثلاثة هو لا وثلاثة وثلاثة. هو مش كل واحد بيبقى فيه 6 points فالمفروض
هي 6 بوينتس جوه البانل، جوه الجروب الواحد، جوه البيت، جوه الشباك الواحد، فده الشباك. ايوه ايه مظبوط مش خلاص تمام. تمام تمام. فخلينا نتكلم على على الادرس ده. هو الادرس ده بيتكلم في ايه؟ بيقول لي اول واحده اللي انا اساسا فين؟ انا في الكيرف ماشي. الكيرف ده بيتكلم الصفر التاني ده اللي فيه اللي هو انهي سيركل. تمام معايا؟ شفتوا بقى، انت قلت لي مش هنتلخبط، بعد كده اتلخبطت. خلينا نتكلم تاني ماشي. انت دلوقتي نبدأ من العكس، البوينتس الستة دول هما اللي ايه؟ اللي في البوليجون الأخراني. بالظبط، البوليجون الاخراني. طب هما متقسمين كام واحد؟ ثلاثة، اللي هما الايه؟ البوينتس، صح؟ صفر واحد اتنين. والبوينتس متقسمة على كيرفز. بالظبط، الكيرفز دي لها كام كيرف؟ هتلاقي صفر واحد واتنين معايا. طب احنا عندنا كذا كذا كيرف ولا كيرف واحد؟ كل واحد فيه 3 سيركلز. تمام، يبقى احنا عندنا صفر، بعد كده انهي سيركل، بعد كده عندنا انهي بوينت، بعد كده عندي بوينتس بتاعت البوليجون على طول، صح؟ اوكي تمام، انتوا فهمتوا الحتة دي؟ انا تمام، ما اعرفش الباقي. ماشي. خلينا بص، يعني انا عشان كده قلت لكم الموضوع معقد شوية لما نخش فيه اكتر، فكل ابلكيشن هيبقى معقد اكتر من اللي قبليه، فخلينا نراجع بسرعة وبعد كده نخش في الابلكيشن اللي بعديه على طول. خلينا نفهم برضو الاستراكشر اللي هو بيشتغل بيه. احنا قلنا الخطوط دي ليها معاني، صح؟ معايا ولا ما شرحتلكوش؟ معاك يا باشمهندس. ماشي. انتوا تشرح لكم الوان الراينو بتفرق، الجراسوبر بتفرق في ايه، صح؟ الوان ايه؟ انه الاحمر ان هي حاجة ما اشتغلتش. مثل ما اشتغلتش، والاخضر حاجة انا اشتغلت عملنا سلكت. تمام، بس دول اللي عارفين يعني وفي لسه. الجراي ان هو مش شغال او انا عامله ديسيبل. بالظبط. والبرتقاني البرتقاني فيه ايرور انبوت عنده تقريبا. ايرور تقريبا. بالظبط، احنا بقى اللانجوج دي كلها عاملينها عشان ما يكونش فيه ايرور انبوت، عشان احنا عارفين احنا مدين له ايه، فيكونش ما يكونش فيه ايرور انبوت. تمام، ده اكبر هدف في الداتا تري، وده اكتر حاجه هتحل لكم اي مشكله اصلا في الجراس هوبر عامه. تمام، خلينا نتكلم اكتر دلوقتي بقى ايه على اللاينز دي معناها ايه. هتلاقي في كذا معنى لللاينز، هتلاقي في لاين ستريت لاين كده ما فيهوش حاجه، وفيها هتلاقي تو ستريت لاينز وما بينهم فراغ، وهتلاقي في ستريت لاين منقط. تمام معايا؟ مع ماشي. حضرتك. كل واحد بقى يفرق في ايه؟ انتوا شايفين دلوقتي البانلز، فقولوا لي كل بانل هيفرق في ايه؟ يعني انا كنت مدخله ايه؟ فمديني خطين جنب بعض، ولما دخلت له ايه؟ بدأ ينقط لي الخط. اهبده. في حاجة فرعية وحاجة أساسية ولا؟ ماشي، ممكن نكمل على كده، بس حد يهبد هبدأ كمان. هو ممكن تكون لما حاجة دخلت في له فانكشن، نمبر أو حاجة. ايه يعني حاجة في فانكشن مثلا، لو سلايدر بيبقى الخط مختلف، لو مثلا كيرف الخط مختلف برضو وكده يعني. مش قوي، فخلينا نفكر أكتر. وأنا لو بعرفه حاجة جوه موجودة already دي حاجة، ولو بخليه يعمل لي حاجة جديدة تقريبا دي حاجة. بالظبط، حاجة شبه اللي انت بتقوليه بالظبط، بس هو ليه علاقة بالداتا تري. احنا بنتكلم النهارده على الداتا تري، فأي حاجة هنقولها هيبقى ليها علاقة بالداتا تري. الخط اللي بيبقى سوليد ده بتدخل داتا واحدة ليونت واحدة، تمام؟ أو داتا لكل يونت. فبيقول لك أنا بدخل داتا، أنا مش هغير لك حاجة في الداتا تري، فهل السلايدر ده هيغير لي أي حاجة في الداتا تري؟ تمام. طب انا دلوقتي الكيرف ده
مطلع داتا تري جديده، مطلع لي برانش جديده. انا قبل الكيرف ده مفيش عندي حاجه، صفر. بعد الكيرف ده بقى صفر جواه واحد اتنين تلاته، صح؟ فده نيو داتا، فالنيو داتا محتاجه سلك تخين، بقى سلك تخين في داتا تتحرك، تمام؟ بعد كده انا دلوقتي كان عندي ثلاثة انبوتس في البانل، في الجروب الواحد، تمام؟ بدأ كل واحد فيهم ياخد نقطة وتتقسم أكتر، فكده بدأت أقطع الداتا بتاعتي، فبدأ يقطع لي الكونكشن بتاعي، تمام؟ فأول لما أشوف لاين سيجمنت كده منقط، يبقى كده أنا بتكلم في حاجة الداتا بتاعتها هتتوسع، الداتا هتتغير، تمام؟ معايا؟ ايوه فهمت. ماشي هتتغير يعني هيحصل له ديفايد مثلا، ولا هتتغير ازاي؟ بالظبط، هتتغير اللي هو هيحصل برانش جديد. يعني بص دلوقتي خلينا نرجع طب الفوتوشوب انا الجميل. عايز اسال حاجه، ما هو ده كده برانش جديد واللي قبله كان برانش جديد، يعني انا فهمت الفرق ما بين ديفايد داتا ونيو داتا بصراحه. تمام. بص هنا ده في اي داتا تحتيهم؟ لا تمام. انت عندك هنا كام؟ ثلاثة لا، الرقم اللي فوق كام رقم؟ زيرو. اوكي رقم واحد. تمام. كام رقم؟ بقى كام رقم؟ الرقم واحد ماشي، شايف هنا بقى كام رقم؟ هنا في اه، رقمين. يبقى ده حصل له ايه؟ ديستريبيوشن ديفايد. جديد، اوكي تمام. طب هنا بدل لما ده بقى بوينتس، الرقمين ما هو الرقمين ليه؟ عشان ده بدل بقى بوينتس بقى بوليجن كيرف كامل، فده هو ده، تمام. ده لما تقسم برضو النقط، تمام، مجمع معايا ماشي ماشي. ماشي. ده اول حاجة هتبدأوا تعملوها، بس مش هتعملوها دلوقتي، هنعمل الحتة التانية هنعقدها شوية، بعد كده تعملوا الاثنين وهكون معاكم. اوكي ماشي. انتوا الباشمهندسة سارة كانت قالت لكم على جروبس في الراينو، صح؟ برسوك. اوكي عشان هو ده احنا مش هنستلم منكم اي حاجة الا بيكون فيها جروب، فانا ربنا اي حاجة بشتغل عليها لازم اسمي كل جروب انا بعمل ايه، تمام؟ تمام ماشي. هنمسك كل ده بقى ونعمل له هايد، مش عظيم. خلينا نبدأ في حاجة تانية خالص، ماشي؟ نبدأ نعمل بلين. انت بتعرف تعمل بلين عادي، صح؟ اوكي خدتوا الريبيلد ولا لا؟ غني ايه؟ يقسم لي البوينتس اكتر. ايه؟ غني ان هو نعمله عشان يقسم لي الحاجة البوينتس اكتر اقدر اتحكم فيه. بالظبط كده. خلينا نعمل أي بانل كده شكله غريب، تمام.
انا دلوقتي عشان اعمله سيرفس يعني بس عشان كده اوكي ينفع حضرتك تقولي ازاي دخلت حاجة في راين وعلى كروس اوفر؟ تمام. بص يا سيدي، ماشي، احنا دلوقتي عاملين السيرفيس ده صح؟ تمام. تمام ماشي. دلوقتي احنا في زي ما احنا بنعرف الكيرف بنعرف سيرفيس، تمام. تمام. انا دخلت سيرفيس وبعد كده قلت له that one surface واخترته. طب انا دلوقتي بيبقى عندي مشكلة ايه؟ شايف الابيض ده؟ ده بتاع الرايو. انا عاوز اديت على بتاع الجراس هوبر ده، فانا عاوز اخفي بتاع الرايو، فبمسكه واكتب هايد. تمام؟ تمام شكرا عشان ماشي اوكي. خلينا احنا عملنا دلوقتي البانل، البانل دي او السيرفيس ده كله بقى شارع ولا ده ايه؟ خليكم معايا واحدة واحدة عشان نفهمها بسرعة، عشان لو ما بدأتوش معايا هتتلخبطوا. هقولوا ده شارع. خلينا نتأكد ده شارع صح؟ ماشي. طب انا دلوقتي عملت يعني كده معايا؟ معايا؟ بس انا معرفش الايزوترم ده جاي منين بصراحة. دلوقتي احنا عملنا كذا داتا خلاص، احنا معانا السيرفس ماشي، احنا عاوزين نقسمه لكذا سيرفس تاني ماشي، بس يكون احنا محددين كل حاجة فيه. بيشتغل زي كده بانل شوية بس حاجة ابسط ماشي. انا دلوقتي الايز تريم ده انا بقول له قطع لي السيرفيس بتاعي ده. طب هيقول لي قطعه لك على انهي اساس؟ تمام، لكنه ورد عاوزين نستخدمه على انهي اساس؟ اقول له امسك السيرفيس اهو
وامسك التقطيعه بتاعته اهي، تمام؟ فانا دلوقتي اديت له ايزوتريمب وحطيت له الدومين بتاعي، الدومين ده اللي هو اقول له فيه ايه، انا عاوز اقطع بالطول كم ترمايه وبالعرض كم ترمايه، تمام معايا؟ باشمهندس عندي سؤال، اتفضل. وبعد ما اعمل ريبيلد ازاي اتحكم في البوينتس؟ اكتب بوينتس اون، ماشي شكرا. تمام. بعد كده انت عندك الايزو تريم ده، طب الايزو تريم ده هيطلع لي ايه؟ عشان نكون متخيلين، هو قال لي هيطلع لي سيرفيس، فدلوقتي المفروض هيطلع لي كام سيرفيس؟ هيطلع لي قد ايه في الداتا بتاعتي؟ احنا هنزود يعني رقم جديد وهيطلع منه 25 واحد، صح؟ نتشك احنا مش فاهمين، والمفروض اللي هو بيقوله لي طلع ازاي؟ ده مظبوطه، رقم جديد، تمام. تمام. ستر بلس 24 ف 25، صح؟ تمام ماشي. فاحنا كده لغايه دلوقتي احنا الاثنين عارفين نتواصل مع بعض، ماشي. طب انا دلوقتي عاوز، جت في دماغي اللي انا عاوز اعمل ده لكن الكيرتن وول بتاع المبنى بتاعي، ماشي. طب انا دلوقتي عاوز جنب الكيرتن وول يكون في بوكسز ماسكه الازاز، انا عاوز لكنها بوكسز كده ماسكه الازاز. طب انا هعملها ازاي؟ انا عاوز اعمل لكل مبنى من لكل واحد من ده سكيل للسيرفس، صح معايا؟ خلينا نفكر، خلينا نفكر مع بعض، ماشي. واللي انت عاوزينه نوصل له هنوصل له، تمام ماشي. طب انا دلوقتي اعمل سكيل ازاي وانا مش معايا اصلا المربع ده شكله عامل ازاي عشان اعمل له سكيل؟ هل ينفع اعمل سكيل للسيرفس كده؟ لازم أعرف البوينتس بتاعته. خلينا نشوف الغلط اللي هيحصل. انا دلوقتي لما عملت سكيل ايه اللي حصل؟ سكيل عمل ليه على البلان بعض. كله ايه على بعض. طب انا دلوقتي عندي مشكله في السنتر، صح؟ طب خلاص انا هحلها، هعمل امر اريا هيجيب لي كل واحد السنتر بتاعه فين، صح؟ طب هو عمل ايه كده؟ سكيل كله على تمام، انتوا عارفين اريا، صح؟ تمام. طب انا لو عملت اريا دلوقتي، بس هي كده خدعاني ازاي؟ انا لو عملت كده شايفين اللي بقى شكله عامل ازاي؟ هل ده ينفعني؟ زي ما ارد عليا حضرتك هو عايزهم متصلين ببعض، صح؟ انا عاوز الفريم لوحده وعاوز البانل لوحده، صح؟ فده ما تمام. ينفعنيش، هو الاريا ظبطت معايا بس هو ما ينفعنيش. طب انا عاوز يعمل ايه؟ خلينا نفكر تاني، انا عاوز البوردر ده يتعمل له سكيل عشان اعمل لوفت ما بين البوردر ده والبوردر ده، صح معايا؟ هو اداني الاريا وانا عايزه البوردر اللي بره. هو انا كده كده هستخدم الادي عشان اعمل سكيل، بس انا عاوز اعمل السكيل واسيب البوردر لوحده، تمام؟ تمام. مش عاوز البوردر يتشال. طب انا دلوقتي هبدا اعمل كده عشان ابدا اظبط دنيتي تاني، تمام. انا دلوقتي بدات اعمل حاجه اسمها بي ريب ادج، عارفين البي ريب ادج؟ لا جديدة. تمام. بص، البي ريب ادج ده انت لو عندك سيرفس بيقسمها لك ايدجز، بيديلك الايدجز بتاعتك، شايف انت كده شايف ايه؟ الأدرس بس الادجز بس، تمام. طب انا وصلت. دلوقتي خلينا نتكلم بقى، طب انا دلوقتي لو فكرت انا دخلت الحتة دي في بانل هيجي لي ايه؟ 3 أرقام
ليه؟ واحد للسيرفيس كله، وواحد للديفايدد سيرفيسز، وواحد لكل بقى ايدج في السيرفيس سواء. هو انا قسمت حاجة، انا قسمت حاجة جديدة. ايوه طب شو خلينا هتلاقي ان كل سيرف صغير بقى متقسم لفور انجز، صح ولا ايه؟ تمام ماشي، يبقى انا عندي كل سيرفيس بقى فور ايدجز. تمام معايا ولا مش معايا؟ طب خلينا نبدأ نجرب، هنعمل دلوقتي سكيل ولا لسه في حاجة غلط؟ هو احنا لازم بنفكر مع مع الماشين. احنا قلنا دلوقتي احنا بنتعامل مع جهاز صح؟ تمام. طب انا دلوقتي الجهاز لو عملت له سكيل هيقول لي ايه؟ يا جماعة فكروا معايا، احنا بنجرب. قلت له ايه سكيل ايه بالظبط؟ مش عارفة. عملنا سكيل للحاجة بتاعتنا، عملنا كده هيوصل لإيه؟ كلهم مع بعض. كلهم مع بعض ازاي؟ غلط. ليه بقى؟ بص بقى، دي بقى أكبر مشكلة في الدنيا في الجراس هوبر، والناس بتبقى بتتجنن منها عشان ما بتبصش الداتا اللي مدخله ايه وانا مطلع له ايه. صح، انا هنا مدخله كام عنوان؟ انتوا اثنين معايا؟ اتنين. ومدخله الناحية التانية كام عنوان؟ ثلاثة طب انا دلوقتي بقول له سكر حاجة ليها 3 عناوين بحاجة ليها عنوانين، هل هيعرف يعملها؟ محتاجين ده يبقى ثلاثة زي ده. او ده يكون 2 زي ده صح؟ ايه قبل اثنين زي ده؟ طب ماشي خلينا نفكر تاني. طب انا دلوقتي هو انت زي ما قلتي كل سيرفيس قسمه ل4 خطوط. تمام. طب انا لو عملت جوين للخطوط دي وبقت خط واحد هيبقى كده عندي حاجتين، ايه؟ هيبقى كده معايا حاجتين مش تلاتة، كل سيرفس بقى خلاص لاين واحد. بالظبط كده. ثانية جوين كيرف، هو ليه مش باينة؟ جوين ايه؟ جوين كيرفز. تمام انا خدت له جوين كيرف كده، هيوصل لي ايه بقى؟ الاثنين بس عشان كل كروب بقى حاجة. هو بقى 3. تمام، بس انتوا لو ركزتوا هتلاقي ايه بقى؟ الصفر ده ليه لازمة؟ هو ايه اللي حاصل بسرعة؟ ماشي، أنا دلوقتي عملت جوين كيرف صح؟ ماشي تمام، بعد كده هو جاب لي 3 الـ4 بوينتس دي. تمام؟ اوكي، هل الزيرو ده ليه بس لازمة؟ كلهم أول وآخر واحد زي ماشي، يبقى لا، هو زيرو فيهم كلهم فأكيد ملوش لازمة. بالظبط. تمام، يبقى الزيرو ده كده كده ملوش لازمه. ماشي، الرقم اللي قبليه ده عندي كام رقم؟ 25، 24، 25، 25. أوكي، تمام، يبقى لي لازمة. وكل واحد فيه داتا واحدة صح؟ تمام. طيب انا كده مطلع كام داتا؟ 4 25. طب هنا عندي كام داتا؟ 25 برضه. تمام، بس ده عندي مشكلة برضو، اللي ده كلهم في جروب واحد، ده كل واحد في جروب. تمام، انا متوقعين ان يكون في مشكلة، تعالوا نجرب. لسه في مشكلة، ليه المشكلة؟ عشان دول كلهم هنا جروب واحد، وده كل واحد ماشي، متعرف كحاجة لوحده، ده مش نفس الأدرس. في حاجة كده هنبقى ناخدها، ده هنظبطها يعني، بس هناخدها اسمها سمبليفاي. ثانية كده خليكم معايا. طب سمبليفاي ده عمل ايه؟ جماعة
هو خلى مفيش 4 أرقام يعني. مفيش ارقام اصلا صح؟ طب انا دلوقتي قربت من قربت من الداتا بتاعتي دي اللي انا مبقاش عندي ارقام، بس انا عندي مشكله ان كل كيرف متعرف لوحده. طب ما سهله، اعمل كيرف جديد اوصله. تمام، طب انا كده بقى كل الكيرفز دي لوحدها. طب انا عاوز يكون مفيش جروبس، فممكن اعمل كده. تمام، ايه المشكلة هنا؟ ايه المشكلة؟ ما فكروا. برضه هو بسبب بقى عدد في رقم واحد بس العناصر، واحنا عايزينهم رقمين. أنا شايف رقم واحد هما تلاتة هناك. رقم واحد رقم تلاتة هناك؟ لا يعني في احنا اختلاف فيهم اتنين عناوين، وهو يعني اللي واحد. هو بالظبط. لا قولوا تاني عشان ما سمعتش. انا بقول ان يعني هما عدد مبين لنا العناوين رقم مختلف واحد واحنا عايزينهم اتنين. من ايه؟ مثلا واحد بس يتكلم عشان ايه اكون معاك. ماشي، تمام، اتفضلي. انا بقول هنا رقم واحد وتحت رقمين. ماشي، طب خلينا نفكر. هو ده مش بس المشكلة، المشكلة أصلا في اللي احنا قررناه. هل كيرف ده أكتر حاجة صح احنا قررناها؟ لا مش فاهم. أنا خلينا نعمل حاجة من غير لما تشوفوها، عشان ايه؟ من غير لما تخبطوا. ايه اللي حصل كده؟ ايه اللي حصل كده؟ ثانية شفيلك. ايه اللي حصل؟ ما انتوا شايفين اهو. هو عامل ان هو عامل سكيل كله على بعضه، تمام ما اعتبرش ان كل واحد لوحده. ماشي، انا كده مطلع ايه؟ الواحد لوحده صح؟ طلعنا كل واحد لوحده. ماشي، انا لو وصلت ده بده هيحصل ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ هو عمل سكيل زي ما احنا عاوزين، بس عمل بريشيو مختلفة. ازاي؟ اوكي انا لو استخدمت كده الفاكتور بتاعي بدأت أقلل، لا الفاكتور كبير. ماشي، انا عاوز اخليه أقل. طيب اوكي بيعملوا سكتش كلهم ظهر لوحده. بيعمل ايه؟ هو بيعمل سكيل للسيرفس كله عند السنتر. بالظبط، عند سنتر كل عند كل واحد. سنتر فيه، ليه بقى؟ كان هو لسه متعرف كلهم عليهم، كلهم على انهم نفس الشيء. عشان دلوقتي هو عنده كل سنتر من ده. ماشي، المفروض يشتغل مع كل، يعني كل كيرف من ده جروب صح؟ تمام، يعني ده كله ماشي يتعامل مع كل واحدة من دول. خلينا نتكلم عشان تكونوا عارفين حاجة في في جراس هوبر الأول، بعد كده نرجع للبوينتس دي. تمام، خلينا نرجع تاني. أنا دلوقتي خلينا نعمل صفحة جديدة وهفهمكم حاجات. هفتح حاجة صغيرة خالص كده. ماشي، أنا دلوقتي لو أنا عندي في جراس هوبر، تمام، أدي تكست عندي في 1 2 3 4 5 6 خلاص، ده كده حاجة. وأنا عندي التانية 1
تمام، ازاي هتوصلوا ببعض؟ لو انا هقول له السات دي عاوز اوصلها بالسات دي، في كام اوبشن نوصلهم ببعض؟ أوصل كل واحد باللي قصاده وأسيب الباقي، تمام يا إما أوصل كل واحد من فوق بكل واحد من تحت مرة، تمام يا إما تقريبا كنا بنوصل كل واحد باللي قصاده وآخر واحد بنفضل نوصله بقى بالأخرانيين لحد ما يخلصوا. ماشي. يعني هو مش عارف يشرح لكم ولا انت عارفها لوحدك، بس تمام. هو فعلا تقريبا تمام، هو تقريبا في ماشي، هو بس لو تعرف ما تكونش عارفين ليه مش عارفين تقولوا لي ليه. اوكي، طب انا دلوقتي ممكن اوصل اكتر حاجه سمبليفايد اللي هي كده، تمام ماشي معايا؟ معايا ولا مش معايا؟ او اوصل كده كل واحده من دول تتوصل بكل حاجه، تمام ماشي معايا؟ معايا مش معايا؟ تمام. يا اما التالتة زي ما قلتي ده كده يخلص، ده كده اللي هو الكروس اللي هو يخلص ده، بعد كده يكمل تاني، تمام؟ تمام ولا مش تمام؟ تمام. ماشي، انتوا مجمعين ولا فصلتوا؟ مش هكون ما مجمع انا لسه. مجمع شوية. طب قولي لي ايه المشكلة فين؟ قولي لي، قولي لي احنا بنتكلم في ده ليه اصلا؟ عشان عندي يعني انا معرفه له دلوقتي البوينت السنترز بتوع السيرفس دي، بس هو لسه شايفهم كلهم، يعني مش شايف كل سيرفس الانجز بتاعته لوحدها، فهو بيعمل سكيل للسيرفس كله كذا كذا مرات، يعني هو شايف بالظبط. حاجة واحدة بيعمل لها سكيل على اللي هم 25 مرة، يبقى هو محتاج يشوف 25 دي وخمسة شايف وعشرين حاجة، دي شايف ايه؟ حاجة واحدة صح؟ شايف حاجة واحدة بيعمل لها سكيل 25 مرة، احنا عايزين نشوف 25 حاجة دي يعمل لهم عندي كام؟ سكيل على ال25 حاجة. بالظبط، دي عندي زي ما انت قلت بالظبط. انا عندي دي كام جروب؟ كام بيت هنا؟ 25 تمام، انا عندي هنا كام بيت؟ انا عندي بس. بيت فيه 25 شباك، تمام. لو انا دلوقتي في امر كده، هبص احنا بعد البريك هنرجع وافهمكم الامور السيتويشنز دي بالظبط، بس خلينا نتكلم اللي في حاجه اسمها جرافت. خلاص، جرافت ده بيعمل ايه؟ جرافت ده، جرافت ما هو ده اللي هنشرحه النهارده، تمام. جرافت عمل ده اوفست بيدي، تقريبا. هو ما عملش اوفست. بص، شايف البانل ايه اللي حصل فيها؟ اتقسموا بقى 25. بالظبط. فانا قلت له كل نقطه ليها السيرفيس بتاعها، تمام اوكي معايا؟ معلش يا باشمهندس، احنا حددنا دي ازاي ان يبقى كل نقطة لها السيرفيس بتاعها؟ انا عملت دلوقتي، انا كان قبل ما اعمل جرافت كان فيه ايه؟ سيرفيس واحد في 25 شباك. بالظبط، تمام. انا دلوقتي عاوز اخلي ده كل واحده بيت لوحده، فعملت له جرافت، تمام ماشي. جرافت يعني ده بينظمه يعني. جرافت ده ببدأ انظم ازاي؟ بقول له كل داتا من الداتا بتاعتك دي بيت لوحدها يا باشا، تمام، فتعمل لي لكنها حاجة لوحدها معايا. واحنا عملنا لها سكيل اصلا، تمام حصل السكيل بقى لكل واحد على البوينت بتاعته. بالظبط كده، تمام ماشي. طب انا دلوقتي عاوز اعمل وش الشباك، عملت لوفت بين الاتنين دول، ايه اللي حصل؟ لحد دلوقتي ما حصلش حاجة. واساسا انا ينفع اعمل لوفت بخط واحد؟ انا ماسك خط ايه ده؟ الخط اللي جوه صح؟ عاوز امسك الخط اللي بره صح؟ ماشي.
انا اخد ده كمان كده ماشي. طب نفع؟ مش حاجة لا تقريبا. مفيش حاجة. طب ليه بقى؟ عشان نفع. ايه؟ هو كده نفع. طب ليه؟ قولوا لي ليه؟ انتوا هو شايفين كده؟ الأول كنت بقول له وصل حاجة واحدة ب 25 حاجة، بعدين في التاني بقوا 25 ب 25، عارف يوصل. لا هو 25، بس في فرق في العنوان. شايفة؟ شايفين ولا مش شايفين فرق في العنوان؟ في كده بقى في فرق في كده العنوان؟ لازم يبقى. لا ده يظهر عندي صح؟ استنى، هو انا عملت ايه بقى عشان يحسب كده اصلا؟ بصي لما انت، لا، لا ساعات لما عملت ايه بتعملي، عشان يتقسموا؟ بص ساعات لما بتعملي الامر بتاع الجوين كيرفز لوحده بيعمل لك سمبليفاي. ماشي. سمبليفاي ده انا بشيل الاصفار كلها من المشروع بتاعي، انا بقول له شيل الاصفار اللي ملهاش لازمه، فبقى يعرف لي لكن كل واحد بيت باسمه، مش عاوز يقول له 001 مثلا. فاهم قصدي؟ ماشي. ازاي رجعتهم بقى ان هم 0 0 1؟ شلت السمبليفاي او حط السمبليفاي في الناحيه التانيه. تمام، تمام ماشي خلاص. يا اما هما الاثنين يكونوا سمبليفاي يا اما هما الاثنين مش سمبليفاي. تمام. طب انا دلوقتي انا عاوز احافظ على الموضوع ده، فانا اديته وانا كده عملت ايه؟ المربعات بتاعتي صح؟ معايا؟ معايا البانلز، مش عملنا البانلز، ايه؟ انا فانلز. عملنا زي تمام البوليانز بس. بالظبط ماشي. انا دلوقتي فاضي اللي اعمل ايه؟ إزازة من جوه. الازاز اللي من جوه. طب اعمله ازاي؟ البوينتس اللي عندنا كل بتاعت ال الراجل USB ولا ايه؟ تمام، احنا كنا عاملينه قبل كده على فكرة. أحسن ما كان موجود فعلا. هو already اللي احنا عملناه له لوفت، ما أصلا مع اللي ورا. انا دلوقتي لو السيرفيس ده نفسه خدت الاريا بتاعته وخدت له سكيل نفس السكيل ده، خدت السكيل بتاعي ده هيعمل ايه؟ ومش اصلا هو كان موجود، وبعد كده احنا عملنا له لوفت. احنا شلناه، احنا مش لا شلناه، شلناه خالص، ما عملناش هايد. لا مش استخدمنا عارفة، الاريا افتكرت تاني. عملنا له هايد بس. ماشي استخدمنا الاريا في حتة ماشي تانية ماشي خلاص. تمام، عشان السنترويد ده مختلف. ده بقى ايه؟ ده كده ايه؟ وانت طلعته ليه؟ Anyway. اتكلم اهو ماشي كده. الابيض عندي ده ايه؟ هي صعبة كمان. هو انا مش هو في لاك تقريبا. ثانية واحدة، الابيض ده ايه طيب؟ دي بانلز الإزازة اللي أنا عايزاها. تمام صح أوكي كده. تمام، فانا كده وصلت اللي انا عاوزه ماشي. معايا ولا مش معايا؟ لا، انا ممكن كلكم اقول معايا؟ ان انا تهت وما عرفتش جبناها منين. اللون يعني؟ لا، احنا رحنا عملنا الاريا من اول وجديد، وعملناها السكين من اول وجديد صح؟ تمام. فاكرة لما كان ماشي عندنا خلاص.
تاني 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 هفكر فاهمكم. هو كله تايه ولا كله معايا؟ فاكرة لما كنا عملنا كده؟ فاكرة دي؟ لما كنا جبناها كده؟ فاكرة دي. هي هي، احنا بالنسبة لنا كانت غلط عشان من غير البوردر، فعملنا البوردر بعد كده احتجناها تاني. هو احنا كنا مسحناها بقى ساعتها. ايوه اوكي ماشي خلاص، انا كل ده فاكراها موجودة، احنا نروح نجيبها بقى. بس تمام ماشي اوكي انا فاهمة ماشي. فاحنا كده وصلنا للشكل اللي احنا عاوزينه. ماشي، طب خلينا قبل ما ناخد بريك، واحنا فاضل 5 دقايق ناخد بريك، بعد كده نرجع ناخد اكزامبل بسيط، وانتوا تكونوا عملتوا الاكزامبل ده. تمام، خلينا نبدأ نتفرج على الداتا بتاعتنا عملت زي الشكل اللي احنا كنا عملناه في الاول ولا لا، اللي هو كده ما احنا كنا بدأنا. بدأنا نعمل تري كده. تمام، معايا معايا ولا مش معايا؟ احنا كده خلصنا كل اللخبطة. احنا دلوقتي هنقعد نتفرج في حاجة كده في الجراس هوبر اسمه بارام فيو. بارام فيو ده هيوريك البارامترز بتاعتك او الداتا تري بتاعتك. تمام، احنا كنت بوريها لكم حاجة بسيطة اللي هي البانل، عشان دي اسرع حاجة تستخدمها وانت ماشي، بس انت لو عاوز حاجة ديتيلز هتفهمها بالبارام فيو اكتر. تمام، فخلينا نقعد نلفلف كده بالبارام فيو بتاعنا ونشوف هيوصل لنا ايه. احنا السيرفس كان عندنا ايه اللي هو شارع واحد في كم ده واحد، صح؟ ماشي، بعد كده لما وصلنا للايزو تريم بقى عندنا ايه؟ 25 صفر. طب شكلها عامل ازاي؟ لو عملنا دبل كليك هتلاقي في خط طالع منه خط بس، ليه؟ عشان كلهم حاجة واحدة، كلهم نفس الجروب، صح؟ معايا؟ طب انا دلوقتي لما دخلت على بي ريب ادج بوصل لي عامل ازاي؟ هيطلع فبدأ كل فرع خمسة يطلع وعشرين له فرع خط. تاني. تمام؟ ماشي، طب انا دلوقتي اللي بعديه بوصل لي ازاي؟ جالي تقسيمة زيادة اللي هي التقسيمة ايه؟ الصفر الزيادة ده، صح؟ نضغط الدنيا عشان نخش في اللي بعديها، فمش وقت تنيحة دلوقتي. معايا؟ هو تقريبا في لاج لان لسه الخطوط الجديدة ظهرت دلوقتي هنا عندي، انا معرفش ده عندي بس ولا كله صح. طب كله ما عنده لاج ولا كله تمام؟ انا كمان هو عندي انا لاج خالص. ايوه بالظبط. تمام، طب انا دلوقتي الاصفار الزيادة دي كنا بنقولها بنشيلها ازاي؟ نعمل simplify صح؟ لما عملت سيمبليفاي ايه اللي حصل؟ ولسه ما حصلش حاجة، بس هيرجع 25 بس. هيبقى 25 بس من نقطة واحدة، شفتوها ولا لسه؟ لا لسه. كده ايه؟ ملاك ده جاي منين؟ إيه؟ عارفة بس هو لسه واقف، يعني هما لسه 25 واحد من 25 واحد من نقطة. انا كده عملت اكزيت شير وعملت شير تاني، شايفين؟ لسه هاي صور. ظهر؟ لا ده عندكم كلكم؟ انا عندي سكرين شوت ده كده، وانا برضه شوف ماله ظهر كده. طيب
اي ابديت؟ لسه ما ظهرش يا باشمهندس. لا طيب المهم، طيب مش هشوف المشكلة جاية منين. نتقابل كمان. انتوا هتعملوا التاسك ده، هنتقابل كمان وظهر تلت ساعة. وظهر دلوقتي. الحمد لله، الحمد لله على السلامة. شايفين ده شكله عامل ازاي؟ 25 من بوينت واحد. ماشي، خلينا نشوف هنا هيبقى ايه. شايفين الفرق؟ 25 من 25 بوينت. ماشي، بس كده احنا كده كده لو بصينا هنلاقي مش واصل مظبوط. لازم اعمل ده كده يكون تمام زي سمبليفاي عشان يكون الاتنين شبه بعض. ماشي، طب اللوفت بقى عندي ايه؟ هي هي صح؟ ماشي، خلينا نشوف بقى في الاكزامبل القديم اللي احنا كنا عاملينه، فاكرينه؟ انا عندي كان كيرف، كيرف اللي هو متعرف حاجه واحده، تمام؟ ده جروب واحد صح؟ بعد كده لما بدات احط البوينتس فبقى عندي ثلاثه سيركلز متقسمه، كل واحده بوينتس يعني مش متقسطه لجواها، فانا كل نقطه من النقط دي فيها ثلاثه بوينتس، تمام؟ بعد كده قسطناها زياده، عملناها كده في السيجمنتس كده. شايفين التري بقت عاملة ازاي؟ فاكرين ولا مش فاكرين؟ ماشي، بصوا يا جماعة، أتمنى تكونوا فهمتوا. ماشي، هسيبكم تلت ساعة تجربوا البارام فيو ده عشان تكونوا متخيلين. انتوا بتكتبوا بارام فيو، ولو عملتوا دبل كليك هيدي شكل التري، أو هيديلكوا زي كده البانلز بالظبط، بس بيديهالكوا بالعنوان وكام نمبر جواها، تمام؟ بدل لما يديك في البانل الداتا جواها بالظبط، بدل ما يكون كاتب لك ست ارقام هو بيكتب لك الان ست، تمام؟ خليني كده في دقيقه بالظبط نراجع احنا عملنا ايه عشان تبداوا انتوا تشتغلوا بالظبط زي ما احنا قلنا، زي ما احنا كنا قايلين. ماشي، احنا اول حاجه كنا شرحنا اللانجوج بتاعت الجراس هوبر ده بتمشي ازاي، وازاي بيقسم الداتا اللي بتخش له، اللي هو بيبقى طريق رئيسي وبيبدا يتقسم ويتقسم اكتر ويتقسم اكتر زي 3 دي بالظبط. يعني خدنا 3 دي، دي من فكرنا في دماغنا من غير الجراس هوبر. بعد كده بدأنا، بعد كده بدأنا ناخد ايه، نجرب السيركلز دي، اللي هو بدأنا ناخد 3 سيركلز، بدأنا نقسمها بوينتس ونشوف البوليجونز وازاي الداتا تري بتتقسم فيها. ماشي، ونبدأ نشوفها في البارام فيو. بعد كده بدأنا ناخد اكزامبل اكتر، اللي احنا عاوزين مثلا شكل المبنى بتاعنا يكون غريب ونبدا نقسمه يكون لكلمه حاجات في الداتا هندخلها ازاي عشان يفهمها. اول حاجه كنا استخدمنا ايه؟ عشان بس نتكلم في ده كامل ثانيه. اول حاجه احنا عملنا السيرفس، تمام؟ بعد كده بدانا نقسمه بالايزوترم. ماشي، فده كده surface and division صح؟ معايا؟ اوكي. ماشي، وهنا بدأنا نعمل الخطوط ال edges بتاعة ال surface، حددناها وبعد كده عملنا لها عملنا لها curves، عملنا لها join curves. ماشي، فدي هنسميها كلها، هنسميها كده surface edges، تمام؟ تمام. بعد كده بدأنا نعمل scale لل surface، بعد كده عملنا loft، فده نسميه اللي هو كده، نسميه مثلا frame creation، تمام؟ خلاص كده. ده كده الفريم كرييشن بتاعنا، وهنا ده بقى اسمه ايه؟ الجلاس فيش صح؟ تمام؟ معايا؟ اوكي. جمعته كده احنا عملنا ايه صح؟
مجمعين ولا لا؟ أنا تقريبا يعني ايه طب ايه اللي مش مجمعينه عشان اسيبكم دلوقتي تبداوا تعملوه تاني؟ قولوا عادي. هو ايه السكوت ده؟ وأنا يا جماعة القهوة مش... تمام. طب في حد عنده أي مشكلة؟ يعني احنا قلنا من الأول احنا في السكشن ده أو المحاضرة دي احنا بنرغي مع بعض أكتر ما احنا بنتكلم في أي حاجة، فاحنا بنفكر مع بعض. أنا هل في أي داتا أنا قلتها قلت لكم هي بتيجي كده، ولا قعدنا نفكر ونشوف هو أساسا المنطق بيقول لنا نمشي إزاي؟ صح؟ يا جماعة رد عليا، هو انتوا موجودين ولا هو انا نمتوا؟ لا تمام موجودين. تمام اوكي ماشي، فانا مستني تبعتوا لي برضو اللي انتوا وصلتوا له. ماشي آه، وبعد تلت ساعة هنتقابل مثلا على خلينا وخمسين دقيقة. تمام، هنشوف انتوا وصلتوا لايه ونعمل اكزامبل بسيط كده، واحكي لكم ال assignments بتاعتكم هتبقى ماشية ازاي وبس. تمام تمام ماشي آه، نصلي كده وتعملوا الاكزامبل، بعد كده نكمل نقابلكم 52 دقيقة. اوكي تمام معايا ولا لا؟
تمام كله موجود ولا استنى 5 دقايق كمان؟ كله موجود؟ باشمهندس، هو كان عندي سؤال. يقول مش سامع ايه؟ قول تمام. هو انا مش عارف اوصل الامرين بامر لوفت، يعني بوصل واحد بيفصل التاني، مش عارف ايه فكرني المشكلة. كده، ماشي ثانية. جرب تدوس شيفت وانت بتوصل من امر للتاني. ماشي ماشي، ظبط كده. شوف عبد الله على السلام. كل الناس موجودة ولا كل الناس مشيت؟ ما حسيتش حاجة بس مشت. كله موجود طيب؟ مش سامع حاجة خالص. والله كنت أتمنى إن أنا لما أديكوا حاجة ما تكونش مملة زي ما كنت بحس الحاجات يعني ما كنت طالب كانت مملة، بس تمام يعني تقريبا المشكلة في التدريس نفسه. عادي عادي. كله موجود كده نبدأ ولا؟ ده جميل جدا. طيب هو أنا موجود بس مش عارف الباقي، فمقدرش هو أنا أقول. موجود موجود يا باشمهندس. يعني فعلا بيقولوا زي ما بيقولوا يعني زي ما هتعمل بيتعمل فيك، انا برضه ما كنتش برد يعني، فعادي صراحة متفاهم الموضوع ده مش مشكلة يعني. اوكي ماشي، خلينا نبدأ. في حد اي حد عنده اي مشاكل في اللي احنا قلناه؟ هو انا لسه ما خلصتش تاني واحد لسه، يعني لحد دلوقتي مش حلو. الدنيا ماشية ماشية الدنيا ولا ايه؟ انا تمام. هو تمام. فاحنا دلوقتي اللي اتكلمناه اتكلمنا في الداتا تري واتكلمنا في السنتنس، الحاجات الظريفة اللطيفة اللي احنا كنا بنقولها دي. طب مش اي سنتنس في الدنيا او اي تنس في الدنيا بيبقى ليه شوية ارينجمنت ورولز كده ليه؟ تمام؟ شوية اديشنز يعني، صح؟ صح وبس، دي بتساعدني مظبوط. فممكن تقولوا صح. تمام، حتى لو مش صح عادي يعني. اوكي، هو دلوقتي في الماشين ليرنينج هو بيبقى عنده كام حاجه برضو بيفهمها، في كام حاجه منها قلناها بس هنشرحها بطريقه مختلفه دلوقتي، وفي كام حاجه هسيبها لكم انتوا تدوروا فيها عشان مش هيكفي اللي انا اشرحها لكم، ولازم يكون حد انترستد عشان يتشرح له يعني. تمام، فالرولز تمام بتبقى عندنا ممكن تكون ايه بقى؟ احنا خدنا ايه اصلا؟ طب اللي كان مركز احنا خدنا 2، خدنا ايه؟ طب بساعدكم اهو، لا اللي هي اللي قلت عملته ازاي بتاع ما سمعتش. جروب باشمهندس قلت ايه؟
ايه ما سمعتش حضرتك قلت ايه. فاكرين لما انا كنت بقول لكم شوية رولز كده بنحطها؟ جروبس، هنحط كل حاجة في جروب. تمام، ده اسمه ايه بقى؟ ماشي ماشي. طب في حاجة تانية كنا قلناها اللي هي بتلخص. simplify simplify تمام ماشي، ده اللي احنا خدناه. في حاجة تانية مع فلاتن، ماشي احنا نقوله يعني. ماشي، فلاتن دي عكس جرافت بالظبط. جرافت كانت بتعمل ايه؟ بتنظمي الحاجة زي بتدخل كل داتا في جروب، صح؟ يبقى فلاتن هتعمل ايه؟ تطلع الداتا اللي جوه الجروبس تخليها متفرطة. بالظبط. رابع حاجة في عندنا اسمها ريفرس، ماشي؟ ريفرس دي بتعمل ايه؟ لو في ترتيبة نقط بتعكسها لك الناحية التانية. ريفرس بالظبط يعني، مش صعب. في كام حاجة بقى دلوقتي هقولها لكم، دي اللي حابب يدور يدور، بس مش هينفع اشرحها الصراحة، فالناس مش هتجمع يعني. لازم حد يكون انترستد يعني. في حاجة اسمها ريبارامترايز، تمام؟ ريبارامترايز ده بيعمل ايه؟ ده بقول له اي داتا تخشها بديله ايكويشن ليها، تمام؟ معايا؟ معايا ولا مش اوكي معايا؟ اهلا. تلاقي هنا في التري مش من هنا قوي الصراحة، فايه هدور معاكم فين التري اهو. التري بص، احنا ده الاوامر بتاعت التري عامة، داتا تري كلها يعني. فالجرافت احنا هنقولها، الفلاتن هنقولها، البرونت تري محدش بيستخدمها فمش مشكلة، التري ستاتكس ده حد عاوز يدور فيها يدور فيها، ده بيقول لك التري اي تري انت عاوز تطلع ارقامها، عاوز تطلع الداتا اللي جواها، ده بيطلعها لك على طول. ام فلاتن ده زي بتشيل الفلاتن، التريم دي محدش بيستخدمها برضو، دول مش هتستخدموهم قوي. فليب ماتريكس هتستخدموها، هنستخدمها في الاكزامبل الجاي. اكسبلود تري برضو ممكن نستخدمها في الاكزامبل الجاي يعني، مش مشكله ماشي، بس هتدوروا في الاكسبلود تري يعني. ممكن اعلم لكم على الحاجات اللي انتوا هتدوروا عليها. السكرين جوب بينت، انتوا هتدوروا، احنا اللي هناخده يعني، هناخد ده سمبليفاي، وهناخد فلاتن، تمام، وهناخد تي ايتم او حاجه شبهها، ليست ايتم مش فارقه، فليب ماتريكس هناخدها، تمام، اكسبلود وميرج هناخده، تمام. ده كده اللي احنا هناخده. الباقيين اللي عاوز يدور اكتر يدور، الحاجات اللي مفيدة هعلم له عليها برضو عشان لو هو حابب يستفاد اكتر، ماشي. الحاجات اللي مفيدة بسم الله الرحمن الرحيم، كونستراكت باس، تمام، ده مفيد. في عندك باث مابر، ده مفيد جدا، ده اكتر حاجة مفيدة بس ده ادفانسد شوية. التري ستاتكس مفيد، تمام. في كمان ريلاتيف ايتم مفيد بس مش هتستخدمه كتير، ودي كونستراكت باث برضو مفيد. فده كده يعني زي ريفرنس ليكو اللي عاوز يكمل بعد المحاضرة يعني، تمام. ماشي، خلينا نبدأ نتكلم شوية حاجات احنا قلناها صغيرين اللي احنا هنتكلم عليهم النهارده، اللي هو الجرافت والفلاتن والسمبليفاي والريفرس، تمام؟
ماشي معايا؟ اوكي. خلينا نبدأ أول حاجة بأسهل حاجة اللي هي الريفرس. تمام، أنا لو جيت هنا قلت له بوينت، قلت له سيت مالتيبل، كده قلت له عاوز البوينت بتاعتي تكون كده. ماشي، دي البوينتس بتاعتي صح؟ بعد كده رحت على فيو، فيو هنا بوينتس، كده بدأ يرقم لي ايه؟ شايفينه ولا مش شايفينه؟ السايز بتاعها كبير شوية، مشكلة. يا شايفين؟ تمام؟ اوكي. تمام، أنا دلوقتي عندي بوينتس مترتبين، صح؟ لو عملت انتربوليت، عارفين انتربوليت؟ الانتربوليت ده اي كيرف، اي بوينت في الدنيا بيوصلها لكم بكيرف سموث. عارفين الاس بي لاين في الكاد؟ اوكي. هو زي الاس بي لاين، انت بتدي له بوينتس وهو يديك الكيرف ما بينه. تمام، ماشي. طب انا دلوقتي انا عملتها كده، وصلها كده صح؟ انا دلوقتي عاوز اشوف لو اعمله ريفرس هيوصلها ازاي، صح؟ تمام ولا مش تمام؟ لو خدت ده وعملت له ريفرس ايه اللي هيحصل؟ عكس الأرقام. طب لما عكس الارقام استفدت بايه؟ هو أكيد لو شكل الكيرف مختلف ممكن يتغير أو حاجة. طريقة مشيان الكيرف بيختلف، صح؟ معايا ولا مش معايا؟ أنا بصراحة ما أخدتش بالي إن شكله اتغير يعني. هو مش شكله اتغير، هو الدايركشن اتغير. يعني انت دلوقتي لما انت بتقولي حاجة ماشية كده، هو ازاي مفيش، مبقاش فيه في التيمز بقى فيه انوتيت؟ يا اخي دي المهم، هو دلوقتي ماشي كده صح؟ هو ماشي كده صح؟ هو انا واخده بالي ان الدايركشن بتاعه اتغير، بس مش عارفه ده ممكن يفيدني في ايه، او يعني ده هيفرق معايا في ايه يعني، لو الكيرف ماشي كده او ماشي كده، هو لو نفس الشكل خلاص. الفكرة انت من الجراس هوبر بتطلعي داتا وبتقسميها، هتفرق معاكي في ايه؟ انت دلوقتي لو عاوزة تاخدي البوينت 2 دي تعملي عليها حاجة، ماشي؟ عاوزة تعرفي بوينت 2، فانت ممكن تعملي ليست، حاجة اسمها ليست ايتم، ماشي؟ ليست ايتم دي انا بختار حاجة من الليست بتاعتي بالظبط، ماشي؟ انا دلوقتي انا عاوز من بوينت 2، ماشي؟ انا من بوينت 2 دي عاوز اعمل منها بوليجون، تمام؟ هو كده عمل بوليجون على زيرو صح؟ شايفين البوليجون؟ هو انا اخترت البوينت فين وانا لسه ما اخترتهاش. صحيح. جايب لي على كام؟ جايب لي على كام؟ على زيرو. تمام، انا دلوقتي عشان اقول له انهي واحد اقول له انا واحد خلاص اندكس. امسك لي انهي؟ رقم 2 تمام، انا دلوقتي عاوز اعمل حاجة تانية، ناخد ده كده كوبي، ماشي؟ انا عاوز ده 3، هيكون كام؟
وكده. يبقى كده فرقت معاك ولا ما فرقتش معاكي؟ لو انت بتعملي باترن مثلا عاوزه تغيري حاجه، فانت تبقي عارفه انهي رقم اللي انت عاوزاه، عاوزه تمشي ازاي، فاهم قصدي؟ الريفرس ده بيفرق معاكي في ترتيبتك قدام، لما تيجوا تعملوا التاسك الاخيره هتفرق معاكم. بس عشان كده، عشان ادخلكوا في التاسك الاخيره على طول مش هينفع، فانا عاوز اوصلكوا بس يعني ايه ريفرس، تمام؟ ايه حاجه صغيره خالص يعني، مش حاجه اصلا، تمام؟ ماشي، خلينا نتكلم على الحاجة اللي بعديها. ماشي، اتكلمنا اللي بعديها ايه؟ كنا نعرف الجرافت والفلاتن. السمبليفاي احنا قلناها اللي هي بتشيل الاصفار الزيادة. خلينا أول حاجة نعمل مربع كده. خلاص؟ عشان نبدأ كده. ناخده كوبي كذا مرة. تمام؟ بعد كده هبدأ أعرف المربعات بتاعتي دي، تمام كده. دي المربعات بتاعتي، تمام صح؟ اوكي. ماشي. انا دلوقتي لو المربعات بتاعتي دي عاوز اقسطها، عاوز اقسمها في بعض، فعندي حاجه اسمها دي كونستراكت كبيره. خلاص، هيبدأ يقسمها لي ايه؟ قسمها لي، هيطلع لي يا اما فيسز يا اما بوينتس يا اما ايدجز يا اما فيرتيسز، تمام؟ انا عاوز افرق ما بينها بحاجاتها وبين بعض، فانا اروح للليست ايتم عشان اختار ليست ايتم دي، بختار من الليست بتاعتي. انا هختار من الفيسز مثلا، اختار لي اول فيس فين؟ ده انا هقول له لا انا عاوز فيسز اوت اوف 6 مثلا، فانا بعد كده هقول له في الاندكس بتاعي المفروض 6 ده، اختار لي ده. طب لو حاجة تانية، اختار لي اللي قدام، اختار لي اللي تحت، اختار لي اللي فوق، تمام؟ فالليست ايتم بنستخدمها في ايه؟ عشان لو هنختار حاجة من الداتا بتاعتنا، صح؟ معايا؟ ماشي. هي كل الحاجات اللي احنا هنقولها دي حاجات تنظيمية عشان قدامها تحتاجوها، بس عشان تكونوا عندكم الفكرة بس، تمام؟ بعد كده انا دلوقتي عاوز اخلي الشكل الفيس ده، عاوز اخليه مثلا الكيرف بتاعه، عاوز اعمل بيه حاجه، فاقول له انا عاوز اعرفه كانه كيرف، تمام؟ دخلته كانه كيرف، بعد كده اعمل هايد لده، تمام؟ فدي الكيرفات بتاعتي موجوده، صح؟ صح ولا مش صح؟ تمام؟ طب انا لو عملت دلوقتي لوفت هيحصل ايه؟ هيطلع لي surfaces من قبل طب بص بقى، لو احنا عملنا كده هيحصل ايه؟ حصل ايه؟ مش حاجة. بالظبط، ما دي مشكلة يا جماعة، انتوا عارفين اللي انتوا يعني، دي مشكلة لازم تتحل، فانتوا لازم تعرفوا ان دي مشكلة اصلا، تمام؟ طب خلينا نقول احنا اول لما بنلاقي مشكلة قلنا نرجع لايه؟ للداتا تري بتاعتنا، فنرجع للداتا تري اللطيفة بتاعتنا نشوف المشكلة جت منين، صح؟ تمام. انا دلوقتي كنت مطلع لي ايه؟ كنت مطلع لي، خلينا نكتب برام فيو عشان اسهل. انا كنت مطلع لي ايه؟ في ثلاثة، في أربعة مربعات، وكل مربع فيه ستة، اسمه ده ستة فيسز. خلاص، ده عشان الفيسز. طب أنا بعد لما اخترت بقى فيه إيه؟ بقى فيه أربع مربعات، كل مربع فيه حاجة واحدة، تمام؟ طب انا دلوقتي عملت الكيرف برضو نفس الحوار، هل ينفع كده تعمل لها لوفت؟ خلينا نشوف في البانل فيو عشان تفهموها اكتر. الكيرف كده واصل لك ايه؟ كل كيرف جروب لوحده، فكل كيرف بيتعمل فلات يعني، بتعمل يعمل لوفت مع نفسه، فمش هيعمل لوفت، صح؟ فاهمين قصدي؟ يعني كل كيرف من الكيرفز دي بيعمل لوفت على نفسه، فهو كيرف واحد عمل لوفت مش هيعمل حاجة، صح؟ معايا؟ طب أنا دلوقتي لو شلت
الجروبس دي كلها هيحصل ايه؟ هيبقى عندي جروب واحد فيه 4 كيرفات بقول له وصلهم باللوفت، صح؟ تمام. يبقى ده احنا واحنا بنشرح كنا قلنا ده اسمه ايه؟ هو ده السمبل فور كده خليه لا فلاتن، صح؟ اوكي. مش احنا قلنا الدرافت ده لو انا عندي حاجه في جروب مفتوحه بيقسمها لي وفلاتن ماشي، ما العكس، انا عايزه ماشي. اوكي خلاص ماشي. تمام؟ فكده ده فلاتن، تمام؟ ماشي معايا؟ ماشي. انا انا مش عايز اخد وقت في الحاجات البسيطه دي عشان نخش في التاسك في بتاع اللي بعديها، مش مشكله. طب خلينا نجرب حاجه تانية. ماشي، دلوقتي احنا عملنا ادي مربع وادي مربع، ماشي. انا دلوقتي ده عندي مبنيين، انا عندي الادوار بتاعتهم خلاص، انا عاوز اعمل لهم، خدت الكات ورسمته وعاوز اعمل له لفت لفوق، تمام؟ فانا هبدا اعمل ايه؟ انا دلوقتي كيرف، ماشي، انا دلوقتي الكيرف ده عاوز اعرف فيها الدور الارضي، الدور الارضي اهو، تمام؟ الدور الأول وهو تاني كده، تمام؟ التالت، وكده في واحد ناقص ولا انت ماشي كده مظبوطين صح؟ معايا؟ اوكي. ماشي. تمام، دلوقتي كل الكيرفات دي انا عاوز اوصلها بكيرف واحد عشان يكون حاجه ماسكه لي الدنيا كلها، انا وصلتهم كلهم بكيرف واحد، ماشي، بقى كلهم ممسكين بكيرف واحد صح. طب انا دلوقتي لو عاوز اعمل لوفت ايه اللي هيحصل؟ ها هما كده بقى كلهم كيرف واحد، فمش هيحصل حاجة. هو بالكيرف الواحد ولا الداتا اللي جواه؟ ده زي الجوال بالظبط، الداتا اللي جواه بتقول ايه؟ تقول ان هما 7 8، تقول ان هما 8. هيتوصلوا ازاي بقى؟ هما كده مش هيعملهم مبنيين، هيعملهم كلهم حاجة واحدة تقريبا. جامد، تعمل ازاي؟ اه، عمل ازاي بقى؟ وصل 8 كلهم بترتيب بالظبط. عجيب كده. طب هل انا عاوز اعمل ايه بقى؟ انا عاوز كل واحد من دول هنشوف هنا بيقول لي ايه؟ خلينا نتكلم نشوف عايز هنا بيقول لي اقسمهم في جروبس تقريبا، كل جروب بالظبط. فيه هو 4. الكيرفين دول كانوا جروب واحد، فانا عاوز كل واحد يكون جروب لوحده، فابدا اعمل جرافت لكل واحد من دول. انا عملت جرافت لكل واحد من دول، ايه اللي حصل؟ اتقسم كل واحد، اتقسم 2، فالكيرف النهائي بقى 2 جروبس. يعني انا دلوقتي لما ابدا اي اغير كده في شكل المبنى بتاعي، فالمبنيين بقوا لزاز جدا واعرف اغيرهم، المبنى بيتشكل معايا واللوفت موجود وكله تمام صح؟ معايا بس كده. معلش يا باشمهندس، هو كل مربعين جنب بعض بيمثلوا كيرف؟ كان يعني الاول اه تمام. طب ما انا ماشي خلاص خلاص اوكي. قولي لا كنت هقول يعني كنا عرفنا كل كيرف لوحده من الاول وخلاص. يا جماعة، بصوا ما تاخدوش اللي احنا بنقوله ده اللي هو انتوا هتبقوا تعملوا حاجة بالتفاهة دي، انتوا قدام هيبقى بتعملوا مثلا باترن عندكوا 20,000 بوينت، ايوه ما انا سكت. انت فاهمين قصدي؟ فانتوا مش مجمعين الداتا هتبقى كبيرة ازاي. خلاص، اوكي ماشي. يعني انا هديكوا دلوقتي حاجة دي هعملها بسرعة، مش هاخد فيها وقت. يعني حاولوا تركزوا فيها عشان كده طولنا.
لازم اقول لكم التاسكات تكون عامله ازاي قدام يعني. فانا هقول لكم شويه حاجات، حاجه صغيره كده انتوا كنتوا ممكن نستخدمها مثلا في المدرسه بتاعتنا. انا مثلا في المدرسه كان عندي مثلا في باث واي، انا عاوز اعمل حركه روشه فيه اللاين، اعمل لاين ماسك المدرسه من فوق ويعمل لي شيد بطريقه معينه وشكله شكله لذيذ. طب انا اعملها ازاي؟ خلينا افكر. انا دلوقتي عاوز اللاين بتاعي اعمل انترفوليت، انا عاوز اللاين يكون ايه، سموث كده قوي ماشي. انا اللاين سموث ده عاوز يطلع منه شيد، والشيد دي تطلع لفوق، تطلع مثلا سي وات ايفر ورا، ورا اسمه ده ستيجز او ورا اي حاجه. طيب طبعا عندي البوينت دي الكيرف ده، انا هبدا اعمل ايه؟ اول حاجه هعرفه ماشي، بس هو كده اتعرف ماشي. انا بعد كده بعد لما اعرفه هقول له انا عاوز اعمل تنجنت خلاص. طب التنجنت ده بيعمل ايه؟ لا قبل التنجنت خلينا نعمل ديفايد كيرف ماشي. عملنا الديفايد كيرف بتاعنا، بعد كده خدنا البوينتس تانجنت خلاص. التانجنت ده بيعمل ايه؟ واخد من كل نقطة من دول زي كده خط صغير، ثواني عشان اعمل هايد عشان يكون شايفين. انا كل بوينت من دي خدت بيها تانجنت، التانجنت اخد بيها حاجة اسمها اس دي ال، لاين اس دي ال. اللاين اس دي ال ده بيعمل ايه بقى عشان نكون عارفين برضه، عشان نكون عارفين اللاين الاس دي ال ده لاين بنعمله عشان يديني دايركشن، يكون شكل لكنه كده خط بيساعدني ماشي. عشان انتوا الحاجه دي هتعملوها المره الجايه، بس انتوا ايه نعملها بسرعه يعني. تمام انا كده عملت فوت اللاين اس دي ال مش باين، عشان مش باين ريستارت ماشي ريستارت. طب انا ايه اللي عملته كنت غلط؟ انتوا شايفين ولا مش شايفين؟ ما عرفتوش ال points starting points بتاعته فين. تمام ماشي ماشي. انا دلوقتي بدأت اخده كده ماشي، هو بياخد، هو خد لي تنجنت غريب ليه. انا التنجنت ده اخد التنجنت على طول احطها في الدايركشن في الاستنجن تمام كده، واخد لي تانجنت بتاع كل واحد صح؟ بعد كده عملت له مثلا روتيت ماشي؟ فانا خدت تانجنت دي انا عاوزها تكون 90 عشان يطلع لبره، اخد الفيكتور اللي هو التانجنت بعديها اخدها 90. طب انتوا دلوقتي كان باشمهندس ساره قالت لكم قبل ما تعملوا اي انجل تعملوا ايه؟ حاولها تنجز بالظبط الاكسيز، هقول له مثلا انا عاوز عن هلفه عند الزد اكسس خلاص. بعد كده هوصل ده بالدايركشن، اداني خطوط بيربنديكولار على الخط بتاعي تمام. طب انا اللاين الاس دي ال ده عاوز اديله ديفايد خلاص ماشي، خدت ديفايد كيرف ماشي، بدأ يتقسمني، انا عاوز اقسمه مثلا لخمسه تمام، تقسم لي الخمسه. طب انا دلوقتي عاوز اعمل ايه؟ عاوز اخلي كل نقطه من النقط دي تطلع حاجه مختلفه عشان يكون الشكل بتاعي يكون عامل كده. انا عاوز في الاخر يكون الشكل بتاعي عامل كده والكيرف واخد كده عشان يكون هنا في شيء تحتيه صح؟ مثلا ديزاين احنا عاوزين نعمله على الطريق مثلا او شيد او اي حاجه. تمام انا دلوقتي خدت الديفايد كيرف، بعد كده هعمل البوينتس بتاعته بالبوينتس دي هعمل اس دي ال تاني عشان اطلع لفوق صح؟ بصوا انا ده ما بشرحوش قوي عشان دول انتوا هتعملوه، فانا بديكوا اوفر فيو يعني، فاهمين قصدي؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ انا مش مجمعة ايه اللي هيطلع قوي، بس يعني انا فاهمة الخطوات.
انا كده قلت لها بالنسبه لي سفين سفين ولا مش سفين معايا؟ عشان واحد تمام. انا دلوقتي عاوز اعمل ايه؟ هعملها اوصل بسرعه البوينت بقى اللي فوق دي. بالظبط. عاوز اجيب البوينت الاولاني، عاوز اجيب اند بوينتس، صح؟ صح. طب انا جبت الاند بوينتس، فمسكت الاند بوينتس، بعد كده عملت لها عايز اخليه انتربوليت. تمام. عندي دلوقتي كيرف بوينتس اللي هي الاند، عاوز اوصلها، فوصلتها كده، شوف هيحصل ايه. انت كده استفدت حاجه؟ عاوزين نوصل بقى خطوتي عندي لخطوط. كيرفز هعملها لوفت بقى. لو عملتها لوفت ايه اللي هيحصل؟ ولا حصل حاجة. ده باختصار اللي احنا بنقابله على طول في الجراسوب، اللي هو انت بتبقى ماشي حاجة متوقع اللي هو يعمل حاجة وما يعملهاش، فيعملهاش ليه؟ فلازم ترجع نبدأ للداتا تري، نشوف بقى. صح؟ تمام. هل الداتا تري ده كان ايه؟ خلينا ناخد دبل سلاش كده وناخد الكيرفز دي، لقيتيها ايه؟ ايه على ايه معرض ايه جروبس يعني كده عاوزة ايه؟ كتير. كده عاوزة تاخد ايه؟ لا تنظر تمام. اعمل لي الكيرف اللي انا عاوزه، صح؟ تمام. طب انا مثلا مش عاوز اعمله كده، عاوز اعمله انضف من كده. طب هعمله ازاي؟ الخطوط دي مش عجباني، انا عاوز اكرر الخط ده، عاوز الخط ده يمشي كذا مرة، عشان الخط ده مثلا اللي هعمل فيه الشبابيك بتاعتي. طب هعملها ازاي؟ أكوير مش فاهم أكرر إيه؟ شايفين الخط ده؟ عاوز اكرره، الكيرف اللي احنا طلعنا منه البوينتس أصلا. عاوزه يطلع لفوق، تمام، لكنه ستبس، تمام، عشان انا على فوق كل ستيب عاوز اخلي فيه شكل معين، كل ستيب من الستبس بتاعتي اللي انا هعملها ستيجز او اي حاجه، تمام معايا؟ بصوا انتوا تنحتوا، فخلينا نبدأ الحوار ده من أول وجديد، ماشي؟ معايا؟ هو أنا فاهمة، احنا عايزين نعمل ايه، بس أنا مش عارفة يعني أنا هوريكم. نوصل له ازاي، يعني مش طب عارفة. قولوا لي، أنتوا عاوزين أكمل الحتة دي وبعد كده أرجع لكم من أول وجديد، ولا أرجع من أول وجديد دلوقتي؟ أنا كأرو حاسة إن أنا لو شفت احنا عايزين نوصل لإيه ممكن أجمع، بس مش عارفة الباقي بصراحة. ماشي يا باشمهندس، الفليب ماتريكس ده بيعمل ايه؟ انا هشرح لكم، ما انتوا قلتوا لي خلص بقى، يعني هنعملها بعد كده ماشي نرجعها مع بعض تاني، صح؟ اوكي. احنا كده عاوزين نعمل ايه عشان نكون ايه مع بعض، ونرجع نشوف احنا عملناها ازاي. تمام. احنا دلوقتي عاوزين نعمل شيء ورا تحت هنا، في ستيجز عندي هنعملها، الستيجز دي هعمل فوقها شيء، الشيء ده مثلا عاوز شكل الهكسجون بتاعي ده، خلاص اعمل لكم الشيء، ولا انتوا فاهمين قصدي؟ فاهمين الشيء ده تكون الستيجز عامله ازاي؟ معايا ولا لا؟ أنا تمام. ماشي.
طب انا دلوقتي في كذا حاجه عشان ده يكون في دماغي واوصل له. انا عاوز اللاينز دي توصل ببعض، ماشي؟ اللاينز اللي كانت متوصله ازاي لقدام. فخلينا نرجع بقى من الاول خالص ونشوف احنا فكرنا ازاي. انتوا ده هتعملوه عامه بالستيج، بس ايش تاني؟ دلوقتي احنا اول حاجه عملنا الكيرف، صح؟ وعرفناه. في اي مشكله؟ في اي مشكله؟ لا لا بعد كده خدنا الكيرف ده عملنا له ريفايت وخدنا البوينتس وديناها في حته اسمها لاين اس دي ال. فاهمين اللاين اس دي ال؟ ده ريميا من تانجنت صح؟ لا، لاين اس دي ال ده بيديك خط وهمي، تمام؟ عشان تعمل اوكي ترمي عليه بوينتس، تمام؟ ده انت بتديله ايه عشان يشتغل؟ بتديله نقطة البداية والدايركشن وحجم الخط الوهمي ده، تمام؟ فأنا دلوقتي أنا عملت الخط الوهمي ده، طب إزاي أظبطه؟ أول حاجة بديله دايركشن، أنا من الديفايد كيرف بيديلي تانجنتس، فبحطها في الروتيت في الفيكتور، وأديله الأكسس اللي أنا هلف عليه، وأديله الأنجل، صح؟ معايا؟ تمام. طب خلينا نقول ان الحته دي مهمه جدا، دي هتفرق جدا في المشروع بتاعنا لو احنا عاوزين نعمل شكل جديد. الروتيشن ده هيفرق كتير، خلينا بعد لما نخلص كله نقعد نلعب فيه، تمام؟ ماشي؟ معايا؟ معايا ولا لا؟ تمام. طب انا دلوقتي عملت اللاين اس دي ال، بدأت اقسمه، في حاجه غلط؟ يا جماعة معايا؟ إيه؟ تمام محل لا، أنا نقسم اللاين اس دي ال. طب أنا اللاين اس دي ال ديفايد كيرف ده بقى فيه بوينتس عندي، صح؟ طب خلينا نشوف أصلا البانل بتاعتنا بتقول لنا إيه؟ البارام فيو بيقول لك يا سيدي انت عندك 11 برانش اللي هم ال 11 نقطه، صح؟ تمام. وكل نقطه طالع منها 6 نقط، تمام ولا ما وصلكوش؟ لا تمام. تمام. طب انا دلوقتي عند كل نقطه انا عاوز ارفعها لفوق، صح؟ ماشي. قمت انا اديت لها حاجه اسمها لاين اس دي ال، ماشي؟ تمام؟ فبدأت تترفع لي كله قد بعضه، صح ولا مش صح؟ صح. تمام؟ معايا؟ تمام. إيه؟ بعد كده قلت له أنا عاوزها في الزد أكسس عشان يطلعها لي لفوق، هيقول لي تمام ما عنديش مشكلة. طب أنا دلوقتي عاوز اللينس بتاعها يتغير، طب اللينس بتاعها يتغير إزاي؟ مش كل بوينت من دي عندي في الليست ايتم ليها رقم؟ الليست ايتم البوينتس دي مش دي كده بوينت واحد؟ انا كده ماسك بوينت كام؟ اتنين، صح؟ شايفينه ولا مش شايفين؟ تمام. أربعة بوينت اتنين خمسة، واحد. تمام. يبقى أنا دلوقتي كل بوينت من البوينت دي أصلا واخدة فاليو اللي ده رقم صفر واحد اتنين تلاتة أربعة، تمام؟ تمام. طب أنا دلوقتي أنتوا خدتوا السيريس؟ لا. طب خدتوا الدومين؟ خدناه. خدنا الدومين. ماشي، بصوا السيريز شبه الدومين، السيريز ده بتقول لك فاكرين واحنا في ابتدائي لما بيقول لك 2 4 6 كمل؟ هي كده بالظبط، انا بقول له اعمل لي سيريز اوف نمبرز، بقول له الستارت بتاعي بيبدا من كام وكل ستيب بتاخد كام نقطه وبعد كده الكاونت بتاعي كام ستيب،
ففيها غلط، فيها صعبة. لا تمام. تمام، طب تعالى نشوف أساسا الداتا بتاعتها طالعة إيه. ماشي، أهو 0 2 4 6 8. ماشي معايا؟ أو لكننا بالظبط عملنا ليست ايتم زي ما احنا عملنا ليست ايتم. ماشي، خدنا الليست دي، ماشي، بدأنا نرفعها، نرفع كل واحدة فيهم في انجل مختلفة، خدنا كل نقطة بدأنا نرفعها نعمل لها موف. تمام معايا ولا مش معايا؟ اوكي ماشي، فأنا دلوقتي لو وصلت السيريس في اللينس هيبدأ كل واحد ياخد فاليو مختلفة. تمام ماشي، خلينا نشوف بعد اللاين اس دي ال ده وصلنا لإيه. بقى عندنا برضو عندنا 11 برانش اللي هو 11 نقطة، من النقطة دي طالع لي كل نقطة طالع منها 6 اس دي ال، صح؟ تمام تمام. طب انا دلوقتي بدأت اخد، انا عاوز اخد النقطة اللي فوق اللي هي دي، انا عاوز امسك النقطة اللي فوق بس، خلينا نعمل هايد لدول، انا عاوز امسك النقطة اللي فوق بس هي كده. امسك النقطة اللي فوق اللي هي دي، شايفين النقطة اللي احنا ماسكينها؟ شايفين ولا مش شايفين؟ هتبقى كل النقط ايه النقط اللي فوق مش النقط اللي تحت، لو احنا فتحنا ده هتلاقي فيه نقط تحت، صح؟ تمام. ماشي، احنا ماسكين دلوقتي النقط اللي فوق كلها، صح؟ مظبوط. ماشي، النقط دي بتقول لك ايه؟ انا دلوقتي عندي 11 ستارت وكل ستارت فيها 6 نقط، صح؟ صح. تمام. طب انا دلوقتي عاوز اشوف الدنيا دي ماشيه ازاي عندي، فانا عملت البانل بتاعتي وبصيت لقيت عندي اللي انا كل خط من ده مترتب 1 2 3 4 1 2 3 4. خلينا نشوف كده بوينت ليست، تمام شايفين كده الترتيبة؟ تمام. تمام. طب انا دلوقتي لما جيت اوصل الحاجات دي بالانتربوليت ايه اللي حصل؟ وصل لي كل ستريت لاين كده، صح؟ تمام، زي ما كانت مش فاكر كانت مين، حد فيه كان قال اللي انا لو عملت رفت فلاتن ما بين الثلاثه فبقى عندي اللي هو كده، بقى عندي كل كيرفز في جروب واحد فوصلهم ببعض، صح؟ مظبوط. ماشي، طب انا دلوقتي عاوز اعمل حاجه جديده، انا عاوز اخلي كل خط من الخطوط دي يعني واحد يوصل بواحد يوصل بواحد يوصل بواحد يوصل بواحد يوصل بواحد، فاعمل ايه؟ في حاجه اسمها فليب ماتريكس، الجروب هقسمه بالعكس ازاي؟ بصوا عاوزكم تبصوا على الاثنين دول مع بعض، انا دلوقتي بقى كل جروب فيه كام نقطة؟ 11 11 اللي هو 1 2 3 4 5 6 كده، صح؟ مظبوط. فهو خد نمبر الجروبس خلاها elements والelements خلاها جروبس، تمام؟ تمام. ماشي، ده بدأ يعمل لي ايه بقى؟ خلينا نشيل الحتة دي الليست ايتم دي نشيلها، ليست بوينتس وناخدها كده سي كنترول في عشان تتخيل الدنيا ماشية ازاي، تاخده كده ماشي يعني قول له طيب بقت ماشية ازاي بقى؟ 0 1 2 3 4 5 6 7 8، صح؟ تمام، بقت ماشية بالعرض مش بالطول. طب انا لو وصلت بقى البوينتس دي مع بعض في انتربوليت المفروض توصل بالعرض. نوصلها كده، مظبوط. تمام،
انا بقى كده بدات تديني اوبشنز زياده، اللي انا لو عاوز اقسمهم عاوز اخد من كل لاين من اللاينز دي يكون من ناحيه شيد ومن ناحيه مثلا يكون وات ايفر. مثلا لو انا عملت، خلينا نقعد نلعب بقى، لو خدت اللاينز دي وخدت لها موف مثلا، ماشي، الكيرفز دي خدت لها موف في الاكس دايركشن، تمام، بدأت أقول له الفاكتور 5، ماشي، وديتها لوفت، ماشي، وديتها لوفت، ده، وهذا، اللي يحصل؟ تتحرك خلي ما كبشت مع بعض شوف ده ايه جت. يعني مثلا شوف المشكلة اللي انا عندي دي، انا ما كنتش متخيل هيجي لي ايه، فلازم اشوف البانل. انا طالع لي من هنا ايه، انا طالع لي كل كيرف لوحده، الجراف من غير جراف برضو طالع لي كل كيرف لوحده. طب انا دلوقتي الثاني ده طالع لي ايه؟ انتربوليت طالع لي ايه اصلا؟ كل كيرف لوحده برضو، تمام؟ طب انا دلوقتي عندي مشكله، انا عشان احلها الصراحه محتاجه حاجه ادفانسد، فمش عارف اشرحها لكم قوي. بس انا دلوقتي عندي كل بانل فيها كيرف واحد، صح؟ فمش هيعمل حاجه. مظبوط. بس كل واحد هيوصل باللي بعديه، اهو شايفين ده وصل باللي بعديه، ده وصل باللي بعديه، ده وصل باللي بعديه، فبقى عامل لكنه ستابنجز، صح؟ مظبوط. طب انا لو عاوز اخليه يعمل زي زجزاج، ادي ده فلاتن وده فلاتن، نشوف كده هيوصل لايه في اللوفت. اللوفت هيوصل معايا في ايه؟ ماشي، هو ده كده عمل ايه بقى؟ وصل الاول واحد وراح وصل للتاني، فعمل لفت ما بينهم، صح كده؟ تمام. تمام، فده حاجه ممكن نبقى نعملها، بس ده مش عاجبني، ماليش دعوه باللي انا عاوز اعمله. انا دلوقتي عاوز اعمل كده، هو ليه لسه عامل ماشي لسه بدأ لي عامل كده. فانا لما اعمل اللفت بتاعي هيجي لي الكيرف اللي انا عاوزه ده. هبدا بقى زي ما كانت باشمهندسه ساره كانت شرحت لكم، تبداوا تقسموها اي حاجه، ماشي، بس قسمتوها هيكسجن، صح؟ مظبوط. تمام. فاكرين بقى لما احنا كنا عملنا الحته دي، فاكرين لما احنا عملنا اصلا البانل وعملنا فين الازاز وفين الفويد؟ طب ما ممكن نعملها هنا بقى، صح؟ هنعيد بقى كل التاني ده هنا. شفتوا بقى؟ فهمتوا كمية النقط اللي هتبقى معاكم؟ اللي هو تعملوها ازاي؟ الهيكساجون سيلز هتعملوها بريب، صح؟ ايدج بريب. هو سهل طول ما انت بتفكر واحدة واحدة. لو خدت ايدج بريب تعمل ايه؟ كنت تعمل فريم ايه؟ دلوقتي مسكت الكيرف، صح؟ من الكيرف تاخد الاريا، تمام، خدت الاريا او السنتر زي هي، خدت الاريا يا سيدي، خدها من السنتر، بعد كده تعمل سكيل، ماشي، خدت الجيومتري اللي هو ده، قلت له كده، خدت السنتر اللي هي السنتر، فبدأ كل واحد يتعمل له ايه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي واحد؟ كل واحد سكيل، عمل لها سكيل من سنتر، صح؟
طب انا دلوقتي ده الكيرف الكبير وده الكيرف الصغير، لو عملت الاثنين لوفت ثاني هو الجهاز على اللابس. ماشي عشان نوصل هبل اه بعدين كده اوصل ده ما عملش حاجه ليه؟ عشان انا المفروض اراجع البانلينج بتاعي هتبقى ماشيه ازاي صح؟ انا دلوقتي عندي الخطوط دي وعندي الخطوط اللي هي دي، عندي الكيرف ده صح؟ انا المفروض اشوف البانلز هنا في البارام فيو يكون شبه ده يكون شبه التاني، انا اشوف في الكيرف ده انا عندي هو حاجه واحده فيها 1370 بوينت 1370 شيب خلاص. ماشي انا الناحيه الثانيه في عندي ايه؟ سي كنترول في، انا عندي برضو نفس الحوار. طب انا دلوقتي عاوز اعمل ايه؟ انا عاوز اعمل كل واحده تتعمل لوحدها، فابدا اعمل ده جرافت فاكيد بداتوا تتخيلوا السكيل لما هيكبر هيبقى عامل ازاي صح؟ نعمل كل حاجة اللي احنا بنعمله الأول لحتى حاجة واحدة بس بالظبط. بالعكس بقى انتوا هتدخلوا فيها يعني المرة الجاية هندخل حاجة اسمها اتراكتر، فهتعمل حاجة جديدة خالص بقى وهتدخلوا فيها كل ده. فأنا كنت بحاول من أول السكشن أبينها لكم هي سهلة، بس هي فعلا هي كبيرة مش صغيرة. تمام بس كده كان في جهاز بيحضر آه لا هو بس عشان كنت سايب رندر شغال انا بهين ماشي صح. هو اصلا الكيرف كبير قوي البوينتس عليه كتير قوي فهيموت بالظبط. ما فده ده دي الفكره من دي الفكره من الدرايفر اللي انت بتعمل الجوريزم بيمشي بيها، فهو ملوش دعوه. هو انت لو قعدت تعمل كده في لو ترسم كل خط من الخطوط دي هو انت مش هتخلص. لو انا غلطت كنت المفروض اشيل اللافت قبل ما اعمل جرافت، عشان هو كده بيعمل هيطلع ايرور اصلا، فهو هو بيعمل كالكوليشن كتير قوي وهتطلع في الاخر ايرور. فهو بيقول لي انت مفكر قبل ما تعمل حاجه بس. فاهمين قصدي؟ تمام. على وقت لما يخلص احنا كده خلصنا اللكتشر بتاعتنا، معلش طولت شويه قعدت ساعتين يعني تقريبا فمعلش. بس اتمنى تكونوا فهمتوا الدنيا يعني، والداتا تري بالنسبه لكم سهله ما بقتش عويصه وعارفين كل حاجه ازاي ترجعوها لاصلها. تمام اتمنى يعني. ماشي. بالنسبه للتاسكات بقى اللي هيبقى عليكم هو بس الشيء دي لو انتوا عملتوها مثلا تمام، بس دي مش تاسك يعني، ده اللي عاوز يجربها ويبعتها لي يبعتها لي مفيش مشكله خالص. التاسكات اللي هيبقى عليكم المفروض المره الجايه هيبقى عليكم تاسك هيبقى ده الجراس هوبر، وهيبقى عليكم برضه تاسك ده التاسك التاني ده يتسلم اخر السنه عادي. التاسك ده اللي هو هيبقى رندر للمدرسه بتاعتكم تمام، بس هيبقى رندر محترم بقى اللي هو رندر اللي انت عملت الانفايرمنت، مش زي ما انتوا مسلمين مثلا اللي انتوا حاطين المدرسه في جنينه وخلاص، لا يعني تعملوا شارع وتعملوا مدخل شط يعني ريبريزنتنج الشط يعني، مش فارقه معانا ديزاين المدرسه، الفرق معانا ريبريزنتيشن الشوت نفسه. بعد كده الاسبوع الاربع الجاي ده المفروض عندنا ليكتشر هنشرح فيها الاتراكتور وهناخد التاسك بتاع الجراس هوبر. بعد كده هيبقى في محاضرتين رابت وبام وهيبقى عليهم تاسك، وهيبقى في في الاخر بروجكت مجمع كل حاجه. تمام ده كده بالنسبه يعني لتاسكاتكم. الريندر بيتسام الاربع الديدلاينز بتاعته امتى؟ ماشي انا دلوقتي فهمت كده ايه التاسكس اللي علينا، كل واحد الديدلاين بتاعه امتى بقى؟ ماشي. التاسك بتاع الجراس هوبر الديدلاين بتاعه مع المحاضره اللي بعديها اللي هي بتاعه الرابت تمام، الاربعاء اللي بعد كده. الرندر ده مع اخر تسليمه في الرابت ممكن تطلعوها عادي تمام، يعني مش الاربعاء جايين. لا لا تمام تمام. وبعد كده الرابت مفيش حاجه تسليمات الاربعاء اللي جاي اصلا النهارده الاثنين
حرام يعني، تمام. عاوزين تسلموا حاجة هديكوا حاجة لا تسلموا لا لا عادي. ما فيش بقى خالص، وزنين جامد. فشوفوا انتوا الدنيا، بس جربوا يعني، انا حبيبكم تجربوا لما يفتح هوريكم يعني، تمام حبيبكم تجربوا اكتر وتشوفوا الدنيا ماشية ازاي، عشان المرة الجاية يعني هوريكم حاجة. احنا كده يبقى عندنا سي اس ساينس، طب وهيكون عندنا بقى بروجكت للمادة أصلا ولا لأ؟ اه أو بصي سي اس ساينس يعني بصوا كده. مش مهندس، عندي سؤال. ايه أنا دلوقتي الموديل بتاعي المدرسة عندي على الريبل، تمام. فانا عشان اعمل بقى الانفايرمنت على لوميون لازم يبقى معايا الحاجه جاهزه على الريفت الاول، صح؟ عشان تبقى متعرفه عشان احط ماتيريال على طول في اللوميون. بالظبط كده. طيب انا اللاندسكيب بتاعي اعمله بمودرن بليس ولا اعمله ازاي؟ مودرن بليس. اوكي ماشي، انا هقفله عشان اديكم الحاجات، اديكم المره الجايه المفروض هتعملوا ايه يعني. بس ايه شيف بس المرة الجاية هتعلموا بقى ازاي المفروض يعني ازاي تعملوا باترن تكبر في حتت وتصغر في حتت. فشايفين لما احنا عملنا الباترن وعملنا سكيل واحد ازاي بقى تغيره في السكيل ده، تمام معايا؟ هي دي كده الاتراكتورز، صح؟ بالظبط، ده بعد كده الاتراكتورز بقى ازاي مثلا في البروجكت ده كنا عاملينه، اللي هو ازاي لما يجي يقعد البانلز دي تتقفل بقى، ازاي تبدا تتحرك. بس انا مش هوصل معاكم للليفل ده يعني، عشان ده هيبقى مستفز بالنسبه لكم. فهو بس هنشتغل في المره الجايه، هنشتغل بسكيل زي ده مثلا وشويه موف زي ده مثلا شويه، بس حاجه بسيطه خالص، تمام. باشمهندس هو ده اللي هيتسلم امتى؟ ده كده يعني انا بوريكم اللي هيحصل المره الجايه، ده ما بسلمش حاجه خالص، ده بس بقى بوريكم اللي هيحصل المره الجايه يعني، اللي هو تعملوا ازاي باترنز زي دي، عشان انتوا المفروض المشروع الاخير بقى هتبدا حياه تدخل كل ده مع بعض يعني، مثلا زي مثلا تدخل باترن زي دي شيب زي ده مثلا كده يعني، ازاي تعملوا انهانسمنت للاثنين. فكل ده مثلا هي دي بارامترز بتتعمل بالحاجات اللي انتوا اتعلمتوها بالظبط مع الاتراكتر يعني، كلها هتلاقيها باللانش بوكس، هتلاقيها بالبانلينج، كلها زي ما احنا اتكلمنا. بعد كده شوية اتراكترز ازاي تتحكم في الاتراكترز بس خلاص، تمام. الحاجات الله اللي بسيط. ايه وان شاء الله بسيط. بس المهم انتوا كده عرفتوا الحياة يعني في اي اسئلة في اللي احنا خدناه النهاردة؟ اوكي في اي اسئلة؟ هو انا كنت عايز تمام اسأل الفورميتيف هيتسلم فين، ولا مش محتاج نسلم ولا ايه؟ يعني اللي هو اللي انا قلت لكم، لو انتوا عملتوه عاوزين تبعتوه لي برايفت تيمز ابعتوه لي، عاوزين تبعتوه على الجنرال تيمز ابعتوه، مفيش مشكلة يعني. تمام ماشي. يعني ده دي حاجة مش تاسك يعني، انا اللي بقوله لكم ده عاوزين تعملوا اللي احنا عملناه النهارده، ده هيساعدكم لما تيجوا تعملوا التاسك بتاع الجراس اوبر، عشان انا متاكد حوار الداتا تري ده هيبقى فيه عندكم مشاكل فيه. فنشوف المشاكل لوحدها من غير الاتراكترز، عشان الاتراكترز ده هتعمل مشاكل تانية، فاهمين قصدي؟ فاهمين الفكره؟ بس كده. وتاني متاسف جدا ان انا اتاخرت في المحاضره، انا عارف ان انا اتاخرت جامد، بس انتوا شايفين الموضوع ده كنت حاولت اجيبه لكم من كل ناحية يعني. بس اتمنى تكونوا استفدتوا، بس شكرا جدا، لو حد عنده اي سؤال يقول. شكرا يا باشمهندس. Thank you.